مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله، مساء الفل على حضراتكم واهلا بيكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. الف مليون مبروك النادي الاهلي الفوز التاسع على التوالي، بسم الله ما شاء الله. ونمسك الخشب بالرغم من الاصابات والايقافات والغيابات، لكن الحمد لله ماشيين على خطى ثابته الحمد لله بفضل ربنا وبفضل المدير الفني رينيه فايلر واللعيبه الرجاله جدا وجمهور النادي الاهلي العظيم، حتى لو مش في المدرجات، لكن كل اللعيبه حاسه بنبض الجمهور، حاسه ان احنا عايزين نعمل حاجه كبيره وجديده السنه دي ان شاء الله، كمان نتوج افريقيا او نتوج مجهودنا بافريقيا باذن الله. عندنا اخبار كتير، عندنا ضيوف كبيرة أيضا النهاردة، يكون معايا بعد الأخبار والإنترو الكابتن الكبير كابتن أحمد فوزي نجم الأهلي السابق، هيكون معانا الناقد الرياضي الكبير أيضا إيهاب الخطيب بصحبة الزميل محمد سعيد. دي فقرات برنامج الأهلي الليلة النهاردة. عايزين بس أتكلم مع حضراتكم في حاجة قبل ما نتطرق للأخبار النادي الأهلي، ونتكلم بقى عن مباراة نادي مصر، ونتكلم عن كل اللي جاي بإذن الله، نتكلم عن اللي بيحصل في السوشيال ميديا. عايزين يا جماعة، عندنا بنحكم دايما بالتجربة، التجربة أثبتت على مدار العصور اللي فاتت كلها مش حتى الحقبة الزمنية القليلة اللي احنا عديناها دي، إن النادي الأهلي دايما بيطلع في الآخر هو اللي كسبان بفضل ربنا وبفضل الشغل وبفضل التعب وبفضل المجهود وبفضل الإخلاص في العمل وبفضل الأدب والمبادئ وكل حاجة. فاحنا التجربة دايما هي اللي بتخلينا بنشوف اللي بيحصل إيه وبنشوف النتائج بتكون ايه. الحمد لله والشكر لله، حتى النادي الاهلي الفتره الاخيره بالرغم من كل المشاكل وكل بنقي بس التعبير اللي يعني كان اللي بيدس السم في العسل زي ما بيقولوا، كل اللي حصل لنا الحمد لله النادي الاهلي طلع في الاخر هو اللي كسبان بفضل كل الحاجات اللي قلتها لحضراتكم دي. فاحنا مش عايزين نروح بقى لسكك، خلينا احنا على القمه ما شاء الله، صحيح الجو برد جدا لكن ده شغلنا واحنا متعودين على كده، ان احنا دايما في القمه، الجو برد بقى الجو حر، الجو متقلب، احنا دايما في مكاننا الطبيعي اللي هو القمه. الناس بقى اللي قاعده مبسوطه، قاعده يعني الجو حلو عندها، عمالين بقى يصدروا لك مشاكل، يدخلوك في مشاكل، يقول لك اخبار، مش عايزين ننساق، كفايه. انا بكلم جمهور النادي الاهلي اللي فاهم، الجمهور الواعي، احنا من اصغرنا لاكبرنا ما شاء الله بقينا واعيين جدا، وحتى كمان الناس انا بدخل اشوف ردود افعال الناس، لا يا جماعه في تجربه، وانا قريت النهارده بصراحه كذا كده يعني مقاله، كذا مقاله لجماهير النادي الاهلي، ان احنا يا جماعه فعلا عندنا تجربه، وعندنا تجربه اثبتت ان احنا دايما في الاخر راسنا مرفوعه بادبنا واخلاقنا وشكلنا وانتظامنا وكل حاجه وعملنا واجتهادنا ومجهودنا ولعبتنا وادارتنا، كل حاجه ما شاء الله ما شاء الله. عشان كده ربنا دايما بيتوج مجهودنا بالتعب اللي ما بيجيش من فراغ، والانتصار ما بيجيش من فراغ. عجبني قوي عماد النحاس في ماتش المقاولين امبارح لما بيسالوه انت عملت مباراه كنت تستحق الخساره قدام نادي الاتحاد، وفعلا كان عماد النحاس امبارح يستحق الخساره، لكن عماد قال حاجه حلوه قوي، قال التوفيق ما بيجيش من فراغ، التوفيق بيجي من التعب والجد والاخلاص في الشغل بتاعي، عشان كده ربنا بيوفقني. طبعا نادي الاتحاد طبعا عمل مباراه كبيره جدا، لكن انا ربنا وفقني عشان انا شغال كويس قوي وبتعب في شغلي وكده. ففعلا التوفيق ما بيجيش من، ما فيش حد كسلان وبيجي له توفيق، ما فيش حد ما بيشتغلش وبيجي له توفيق، التوفيق بيجي فعلا للانسان اللي شغال، حتى لو انت بقى بيصادفك سوء حظ، لكن عندك في الاخر بتكسب مباراه او بتكسب عشان انت فعلا كنت شغال قبل كده وتعبان. عشان كده بقول لكم، بضرب لكم بس مثال بسيط. فالنادي الاهلي في كل احواله الحمد لله، كل التجارب اللي قبل كده اثبت النادي الاهلي دايما هو اللي ناجح، دايما النادي الاهلي هما بيقولوا له في الاخر احنا اسفين جدا جدا، وحضرتك اللي كنت صح وكنت فعلا عندك حق في كل حاجه. فمش عايزين بقى نروح لاماكن، خلينا في القمه كده زي ما احنا. هقول لكم ترتيب الدوري علشان تفتكروا الترتيب كويس قوي. النادي الاهلي في الصداره برصيد 27 نقطه ما شاء الله من 9 مباريات. نادي المقاولين العرب في المركز الثاني ما شاء الله ما شاء الله، عماد النحاس ما شاء الله عماد، يعني ربنا يتوج مجهودك على خير وان شاء الله تفنش في مركز كويس. 25 نقطه، النادي الاهلي لاعب 9 مباريات، المقاولين لاعب 11 مباراه. الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 20 نقطه من 11 مباراه ما شاء الله، برضو الاتحاد السكندري ماشي خطه كويسه جدا مع الكابتن طلعت يوسف والحاج محمد مصالحي رئيس النادي. السموحه في المركز الرابع مع حسام حسن بالرغم من خسارته النهارده في اخر ثانيه من مباراه في الوقت الاصلي المباراه بهدف لوادي في الدقيقه 90،
لكن مش عارف بقى هو يبقى في المركز الكام. هصحح لكم الجدول بسرعه جدا وهقول لكم اخر تصحيح للجدول، لكن دي الاربع فرق اللي في المربع الذهبي، مش الفرق بقى الثانيه الانتاج وامبي والزمالك وحرس الحدود الاسماعيلي المصري. يعني بالترتيب كده خلينا احنا بنتكلم على الفرق الاربعه او في المربع الذهبي. الاهلي الحمد لله الحمد لله في الصداره، عايزين نحافظ على صدارتنا. الصداره مش مجرد فرقه بتلعب، الصداره في كل حاجه، في كل حاجه، كل حاجه، ادارتنا، لاعبتنا، جمهورنا، كل حاجه، هي منظومه واحده ماشيين بيها ايد واحده زي ما احنا متعودين، وان شاء الله نوصل لكل الاهداف اللي احنا عايزينها. فما نروحش في اي اتجاهات ورا اي حد قاعد متدفي بقى بردان ايا كان ايا كان. دي اول حاجه كنت عايز اكلم حضراتكم فيها. هقول لكم الاخبار، وان شاء الله قبل ما نخلص الاخبار اكلمكم في نقطه برضو مهمه جدا جدا، دور اتحاد الكوره ولجنه الانضباط، هقولها لكم في اخر الانترو باذن الله. الاهلي عنده نادي مصر ان شاء الله يوم الاحد في استاد القاهره في 7:30 مساء باذن الله. كل التوفيق لفايلر المدير الفني المجتهد جدا، المدير الفني اللي كل بيقول ان شاء الله يكون حاجه زي مانويل جوزيه كده، ان شاء الله يتفوق كمان، احنا عايزينه يبقى احسن حاجه في الدنيا احنا نفسنا. لعبنا مباراة امبارح زي ما قلت لحضراتكم، كان في اصابات، كان في ايقافات، لكن مجدي قفشه كمان، احنا عارفين الكلام ده كله حافظينه وفاهمينه، ان النادي الاهلي هو نادي ما بيقفش على حد، ما بنقللش من اي حد، كل لعيب في النادي الاهلي فرقه لوحده، كل لعيبه النادي الاهلي نجوم لا تقدر بثمن، حتى اللي ما بيلعبش خالص، كل اللي بيلبس التيشيرت الاحمر نجم لا يقدر بثمن، ودي حقيقه. قفشه امبارح بيتكلم ان احنا يا جماعه فرقه كبيره جدا، النادي الاهلي بمن حضر، ودي مقوله فعلا يعني اثبتها التاريخ واثبتها لعيبه النادي الاهلي على مر العصور ايا كان الفرقه اللي بتلعب. شفنا قبل كده نهائي كاس مصر لعبناه بالناشئين ضد فريق كبير زي نادي الزمالك وكسبنا 3-2 لو تفتكروا المباراه الشهيره، اكيد طبعا حضراتكم فاكرينها. ده جون قفشه لعيب اللي يعني دخل قلوب كل الاهلاويه بسرعه جدا جدا، رقم 11 طبعا عارفين وليد سليمان أو خاتم سليمان، خاتم سليمان ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. فقال النادي الأهلي إيقافات بقى، في إصابات، أي 11 لعيب بينزلوا بيكونوا عند حسن ظن الجميع، وده اللي اتكلم فيه مجدي قفشه، وده اللي احنا كلنا عارفينه وحافظينه. مجدي قفشه تحس ان هو في النادي الأهلي بقاله مثلا 30-40 سنة مع ديانج كده وكل لعيبة النادي الأهلي الكبار، إن شاء الله يخلدوا في التاريخ بحروف من ذهب زي كل اللعيبه اللي فاتت. الكل بيقول لا صوت يعلو فوق مباراه نادي مصر، مباراه مش سهله، عندنا يا جماعه زي ما بنتكلم وزي ما بقول لكم خلينا في الاطار بتاعنا وفي السياق بتاعنا وفي الطريق بتاعنا، ان احنا نادي دايما بيسعى الى القمه، ما عندناش كذا خيار، هو خيار واحد بس، خيار القمه والقمه فقط لا غير، والبطوله فقط لا غير، ان شاء الله ان شاء الله. فمش عايزين حد بقى يقول اصل نادي مش عارف عندنا مباراه مع مين وفرقه سهله ايا كان اسمها ايه، لا، الكابتن سيد عبد الحفيظ الكل بيتكلم في نفس الاتجاه ده، مفيش حاجه سهله في الدوري العام، مفيش حاجه سهله في اي منافسه بتحصل في كره القدم، كل اللي احنا والتقدير لاي فريق بينافس بنلعبه، مش هقول خصوم طبعا، اي فرقه بنلعبها كل الاحترام والتقدير ليها، عندنا مباراه مهمه جدا 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 بكره يوم الاحد ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم في 7:30 مساء. ده اللي اتكلم فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ، قال نحترم كل المنافسين وهدفنا مواصله الانتصارات. فرقه مصر عامله مباريات كويسه جدا مع جهاز فني محترم بقياده عبد الناصر محمد، نجم كبير كان بيقدموا مباريات محترمه، ان شاء الله تكون مباراه كبيره، ان شاء الله تكون طبعا من نصيب النادي الاهلي. ده اللي بيتكلم فيه سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي النجم الكبير، وقال كمان نحترم فريق اف سي مصر وجهازه الفني الذي يقدم مباريات قويه هذا الموسم. ده كلام كابتن سيد عبد الحفيظ. قال لدينا هدف واحد ومحدد وهو مواصلة الانتصارات المحلية من أجل الحفاظ على صدارة الدوري، احنا بنتكلم دلوقتي في الدوري، عندنا مباراة في الدوري فنتكلم في الدوري، إن شاء الله لما تيجي مباراة بلاتينيا ما كده نتكلم في مباراة بلاتينيا ما نتكلموا عليها، لكن كل تركيزنا واهتمامنا بمباراة مصر بإذن الله يوم الحد المقبل. قال اتكلم كمان كابتن سيد عن جاهزية فريق مصر وقال إن لديه رغبة كمان في تحقيق الفوز، النادي الأهلي بيتكلم إنه لديه رغبة في تحقيق الفوز قبل مباراة أو قبل السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 بإذن الله من الشهر الجاري في الجولة الرابعة. كل التوفيق للنادي الأهلي بيطلع من بطولة على بطولة.
كابتن سيد عبد الحفيظ في نفس السياق بيتكلم عن محاولات لتجهيز الشحات وجونيور اجاي، نجمين كبيرين جدا او نجمان كبيران جدا برضو مفتقدينهم، لكن بتشوفوا النادي الاهلي ما شاء الله بيظهر بالمظهر اللي شفناه وتعودنا عليه، وده شغل كبير جدا جدا من رينيه فايلر. رينيه فايلر من المدربين اللي كل ما بتثني عليه او هو بيسمع الثناء وبيوصل له الثناء، ده في شخصيات كده لما بيوصل لها ان انت مدرب جامد وانت مش عارف مين، بتكلم في العموم، ممكن تلاقيه بقى راح في حته تانيه خالص، لكن هو كل ما بيزيد الثناء عليه كل ما بيحس بالمسؤوليه بتكبر حواليه، عشان كده بيجتهد اكتر واكتر، عشان كده بنشوف النادي الاهلي حتى لو بيجرب افكار، فكل المدربين اللي عندهم فكر لازم بيعملوا كده يا جماعه، مفيش اسطمبه واحده، المدرب اللي عنده فكر، المدرب اللي عنده طموح، المدرب اللي دايما بيفكر، المدرب اللي دايما بيطور، هتلاقي تغييرات انت من نفسك هتقول ايه هو ايه اللي عامله ده، لكن هو فعلا بيبقى عايز يشوف حاجه معينه، هو المدرب اللي بيفكر دايما كده، وهو الحمد لله اقنعنا يعني بشكل كبير جدا جدا جدا، يعني عدى 90% ويمكن اكتر كمان اقناع. جونيور اجاي كان عنده اصابه في العضله الضمه، حسين الشحات كان عنده اصابه، اسف اجاي كان عنده اصابه في الخلفيه، والشحات كان عنده اصابه في العضله الضمه، ان شاء الله يكونوا قريب جدا جدا مع الفريق. اجاي بالفعل بدا التدريبات الجماعيه على ما اعتقد. الخبر دايما بنسمعه واللي دايما بكرره لحضراتكم ان السيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي بيجتمع مع فايلر لمناقشه ترتيبات السفر لاي مكان هم رايحين. فبمناسبه ان احنا مسافرين لزيمبابوي للقاء بلاتينيوم ان شاء الله في الجوله الرابعه زي ما قلت لحضراتكم، بيتكلموا في ترتيبات السفر وشكل المعسكر، شكل البرنامج التدريبي من بدري جدا، لكن كل تركيزنا في مباراه مصر. اللي قاله كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ، قال بعد كل الكلام ده او ملخص الكلام ده، قال ان كامل التركيز الجهاز الفني في هذه المرحله او في هذا الوقت لمباراه مصر القادمه باذن الله. ايضا الخبر المكرر على يعني على حضراتكم، فايلر بيبدا دراسه مصر او نادي مصر بالفيديو، بيشوف المباريات اللي لعبت من فريق مصر، بيشوف نقاط القوه ونقاط الضعف، بيشوف الخصوم اللي بيلعبوهم، لعبوهم ازاي، كان شكلهم ايه مثلا امام مثلا بيراميدز، امام طنطا، اي فرق لعبته يعني، بيشوف شكله ازاي الدفاعي، شكل الهجومي، بيطلع منه بملخص بيقولوا للعيبه احنا هنلعب بالطريقه دي قدام الفريق ده عشان عنده نقاط سلبيه في الحته دي، عنده نقاط ايجابيه في الحته دي، ودي حاجه مهمه وحاجه صحيه جدا جدا جدا. قلت لكم خلاص ان جونيور اجاييه بينتظم في تدريبات النادي الاهلي بعد شكواه في العضله الخلفيه، ابعدته عن مباراه مصر المقصه، ان شاء الله يرجع بسرعه جدا جدا. كمان النجم الكبير شريف اكرامي بينتظم في التدريبات الجماعيه استعدادا لمواجهه اف سي مصر او نادي مصر. في مران استشفائي لكل اللاعبين الاساسيين اللي شاركوا في مباراه مصر المقصه قدام حضراتكم، ده تدريبات استشفائيه للعيبه اللي لعبت مباراه مصر المقصه. طبعا انتوا عرفتوا يعني ايه التدريبات الاستشفائيه، ما شاء الله انتوا دلوقتي يعني اكتر منا ثقافه في التدريبات. التدريبات الهدف منها ان هو يطلعك من ضغط المباريات، يطلعك من اجهاد المباريات، حتى لو كمان بيطلعك كمان ذهنيا، في كده تدريبات بتطلعك ذهنيا فيها الترفيه اكتر بكتير. قلت لكم خلاص اكرامي، قلت لكم كمان جونيور اجاييه، تدريبات كمان للشحات ومحمود وحيد تاهيليه ان شاء الله بسرعه جدا يرجعوا. قلت لكم ان الشحات كان عنده شكوى في العضله الضمه، وكمان محمود وحيد كان عنده كدمه قويه في وجه القدم. في سياق اخر، النجم الكبير سعد سمير، الف الف مليون سلامه عليك يا سعد، ان شاء الله ترجع اقوى واحسن من الاول بكتير. سعد في اصابه مفاجاه جدا، فاجئنا كلنا كاهلاويه، اكيد كلنا زعلنا عشان سعد، احنا بنحبه جدا قبل اي حاجه بعيد عن الكوره. سعد شخصيه محترمه جدا، مؤدب جدا، شخصيه مرحه، في حاجات حلوه قوي 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 بصرف النظر كمان عن الكره، ان هو لعيب مجتهد قوي، لعيب كويس قوي. فجينا كلنا باصابه، الحمد لله والشكر لله سعد، يعني تطلع منها بألف مليون سلامه، وان شاء الله ترجع احسن من الاول بكتير جدا جدا جدا. طيب يلا اطمنكم على النادي الاهلي من خلال المتالق دائما زميلي العزيز كريم احمد. مساء الفل عليك يا كيمو.
طول عليك يا كابتن ميدو، وكل التحيه ليك، واهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا حبيب قلبي، دايما منورنا ودايما يعني بتدينا كل حاجه بتحصل في تدريب الفريق. يلا قول لنا ايه اللي حصل وايه الجديد عندك. في البدايه طبعا بنبارك اكيد يا كابتن ميدو لكل اللعيبه والجهاز الفني على المباراه الاخيره. ضغط كبير يا كابتن ميدو، انت عارف يعني شهر 7 لو بنتكلم عليه 7 مباريات، 1 و5 و11 و15 و19 و24 و27، فضغط كبير جدا على اللاعبين وعلى الجهاز الفني. الاداء في المباريات ده كابتن ميدو بيكون يعني الاهم هو حصد 3 نقاط، يعني مع الحاله اللي احنا فيها ومع الاصابات العديده جدا اللي بتواجه اللعيبه، فاكيد طبعا ال3 نقاط هي الهدف الاول. والاداء اكيد في المباراه ما بيكون النادي الاهلي كامل العدد، الشكل بيبقى مقبول، الشكل بيكون جيد جدا، وهو ده اكيد اللي منتظره كل جمهور النادي الاهلي. بدون راحه كالعاده لعيبه النهارده كانت متواجده في ملعب مختار التتش تدريب اليوم، يعني جزء كبير جدا من اللعيبه اللي شاركت في المباراه الاخيره، ريكفري كلها اطالات وحاجات طبعا خاصه جدا بالبرنامج الموضوع لهم. والجزء الاخر طبعا كالعاده تدريب بدني، تدريبات بالكره، بعض الكروسات على المرمى، بعض الشوط على المرمى. النهارده كمان يعني صالح جمعه يمكن باكد على الخبر ده من خلال كابتن ميدو ما كانش متواجد النهارده، عشان الناس ممكن تقول ان صالح ما جاش التمرين، بالعكس صالح كان متواجد في البدايه لكن عنده امتحان. النهارده صالح جمعه حضر جزء بسيط جدا من التمرين وبالتنسيق مع كابتن سيد ومستر رينيه فايلر غادر التدريب للامتحان. النهارده شفنا جونيور اجايب بيأدي بشكل طيب جدا في تدريبات الكره، يعني غدا كمان هيكون في التدريب، وبعد غد ان شاء الله يرجع من جديد سواء للتشكيله الاساسيه او لقائمه النادي الاهلي. حسين الشحات لسه ما دخلش في التدريب الجماعي، لكن من المؤكد ايضا كمان من خلال اطمئناننا من طبيب النادي الاهلي خالد محمود هيكون متواجد غدا، ممكن يشارك في جزء كابتن ميدو من التدريب، لكن لسه طبعا مش عارفين هيكون في اختبار طبي او لا، لكن هيشارك في جزء من التدريب الكره غدا حسين الشحات. اكرامي ما كانتش الاصابه قويه، يعني كان عنده حاجه بسيطه جدا في السمانه وشارك بكل قوه. محمود وحيد ايضا كمان منتظرينه، كان عنده يمكن كدمه قويه جدا في القدم النهارده، ايضا كان بيجري بعض جري خفيف جدا حول الملعب، لكن بشكل عام كل الامور ماشيه بشكل طيب. مستر رينيه فايلر خلاص يعني قفل الصفحه بشكل كبير، وكل اللعيبه انت عارف يا كابتن ميدو احنا بنجهز لمرحلتين، مرحله في بطوله الدوري وهي نادي مصر، ومرحله بعديها مباشره وهي مباراه البلاتينيوم. الهم الكبير اكيد والتركيز والهدف الاول للنادي الاهلي هي البطوله الافريقيه، يعني نتمنى ان شاء الله تكون مباراه نادي مصر استمرار النادي الاهلي في الانتصارات واستمرار في الاداء، وربنا يحافظ على اللعيبه، دي اهم يعني حاجه ان شاء الله ما يكونش فيها اصابات، لان يعني الفتره اللي جايه محتاجه كل اللعيبه، محتاجه كل التكاتف من الجمهور من مجلس الاداره من كل لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله يكون اللي جاي افضل للنادي الاهلي يا كابتن ميدو. اكيد يا كريم، يعني انت ما بتدينيش فرصه اسالك في حاجه، لكن عندنا مباراه مهمه زي ما انت بتقول، ان شاء الله يوم الاحد عندنا مباراه بعديها مع بلاتينيوم باذن الله. كنت بتكلم عن ترتيبات اللي بيعملها سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، مع ريني فايلر على ترتيبات السفر وايضا كمان ترتيبات مباراه نادي مصر. بالتاكيد يا كابتن ميدو، يعني مستر ريني فايلر بالتحديد بيبقى حريص جدا جدا لما يبقى في ضغط بهذه الشكل او بهذا الشكل يكون في مباراه مباشره بعديها يكون في سفر في رحله شاقه ومطوله، فبيكون ليه بعض الاستفسارات الخاصه، وده الاكيد الدور الكبير اللي بيقوم به الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره مع الكابتن سمير عدلي طبعا اللي بيقوم بدور اكبر أكيد. كمان من خلال الحجز ومن خلال التواجد، فكل الامور دي انت عارف يا كابتن ميدو يعني بيتم تنسيقها من الوقت ده، لان مفيش وقت خلاص، يعني مباراه يوم 5 ثم بعدها السفر هيكون يا 7 يوم 7 او يعني صباح يوم 8، لان خلاص يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه هتبقى بالنسبه للنادي الاهلي ضغط كبير جدا، فالتنسيق بيتم على اعلى مستوى سفارتنا هناك طبعا، والجهد الكبير اللي بيقوم به السفاره هناك مع التنسيق. ان شاء الله كل الامور دي يا كابتن ميدو كالعاده خبره كابتن سيد عبد الحفيظ والطاقم الاداري بالكامل لفريق النادي الاهلي ما يبقاش فيها عقبات ان شاء الله، ونحصل 3 نقاط هيساعدونا اكيد بشكل كبير جدا جدا في البطوله الافريقيه. اكيد يا كريم، كمان اتكلمت عن اطمئنان الدكتور خالد محمود من خلال اتصال هاتفي بالنجم الكبير سعد سمير بعد اجراء العمليه. بالتاكيد يعني احنا اكيد الحزن الكبير اللي شفناه في وجوه النادي الاهلي وفي وجوه اعضاء النادي الاهلي على سعد سمير، لكن كلنا ويمكن قلنا له ان ربنا شايل الخير ان شاء الله الفتره اللي جايه. انا عايز اقول لك يا كابتن ميدو ان كل اللعيبه اتصلت بسعد طمنت عليه، الجهاز الفني بالكامل، مستر ريني فايلر، كابتن سيد، بجانب طبعا الطاقم الطبي، يعني وشه ضحكته وابتسامته يعني بتدينا ثقه كبيره جدا وبتدينا اسرار ان شاء الله ان سعد يعود من جديد واحد من الشخصيات المميزه والشخصيات الرائعه جدا اللي خارج الملعب وداخل الملعب، ابن النادي الاهلي فعلا، عارف قيمه شيرت النادي الاهلي، فان شاء الله بنتمنى له التوفيق. الفتره اللي جايه صعبه شويه عليه، لكن هو اداه ودود ان شاء الله ويعود من جديد لصفوف النادي الاهلي يا كابتن ميدو. شكرا جدا ليك كريم، دايما مميز ودايما بتدينا كل المعلومات اللي بتدور في التدريبات. شكرا جدا جدا زميل العزيز كريم احمد على هذه التغطيه المميزه، دايما مميز يا كريم وكل كمان زمايلنا، يعني حاجه جميله جدا وحاجه عظيمه جدا. لو اتكلمنا عن تشكيل النادي الاهلي مباراه مصر مقصه، محمد هاني، رامي ربيعه، محمود متولي العائد من اصابه، وشفتوه حضراتكم قدام يعني ما شاء الله قدام حضراتكم، كان امبارح عامل ازاي ما شاء الله، نمسك الخشب، لعيب كبير جدا، كل اللعيبه بصراحه مش عايز اثني على حد وانسى حد، ديانج، احمد فتحي،
حسين كبير قفشه، احمد الشيخ، مروان محسن، كل اللعيبه ما شاء الله يعني بيمثلوا النادي الاهلي على احسن ما يكون. عايزين بس نتكلم في نقطه ثانيه كمان، دعمنا للعيبه النادي الاهلي، كل الدعم يا جماعه للعيبه النادي الاهلي ايا كان اللي بيحصل، ايا كان اللي بيحصل في المباريات. مفيش حد بيبقى قاصد ياثر في النادي الاهلي، فلو سمحتوا انا عارف انا بكلم مين، عارف ان انا دايما بكلمكم من قلبي والكلام بيوصل لكم زي ما انا عايزه بالظبط. عايزين ندعم كل اللاعبين لغايه لما يقول يا جماعه خلاص انا ماشي من النادي، انا قاعد في النادي، ايا كان الاسم، ايا كان الاسم، ايا كان مين هو، كل الدعم لكل اللعيبه. ما ينفعش انا مثلا كلاعب نادي اهلي ادخل على وسائل السوشيال ميديا، وانتوا عارفين احنا كلنا قاعدين على الفيسبوك، قاعدين على تويتر، قاعدين على انستجرام، ايا كان يعني ايا كان اللي احنا بندخل عليه نشوف. ما ينفعش ان انا الاقي واحد اهلاوي، واحد بس اهلاوي بيتكلم عليا وحش. ده اللي انا مستنيه منكم، كل الدعم، كل الدعم لكل اللعيبه، كل الدعم لكل اللعيبه لغايه لما نشوف الدنيا هيبقى فيها ايه ان شاء الله. مش عارفين اي مباراه جايه ممكن تلاقي كل اللعيبه بتفرحنا، ممكن تلاقي اجاي بيفرحنا، مروان بيفرحنا، ازارو بيفرحنا، الدنيا بتقلب في ثانيه واحده. عشان كده عايزين ندعم كل اللعيبه على قد ما نقدر، على قد ما نقدر. احنا كاهلاويه لازم نكون مختلفين في كل حاجه. تعالوا اقول لكم الخبر قبل ما نطلع فاصل. شفنا رؤية جديدة لبازار النادي الأهلي 2020 وإقبال كبير من الأعضاء بالجزيرة. بازار النادي الأهلي وإقبال كبير من الأعضاء بالجزيرة. معرض سنوي بينظمه النادي الأهلي قدام حضراتكم. كان فيه إقبال كبير جدا جدا جدا، وظهر البازار أو المعرض بشكل يليق باسم ومكانة النادي الأهلي. كان فيه منتجات متنوعة يعني لخدمة أعضاء النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمال، إكسسوارات، ألعاب الأطفال، أدوات التجميل، يعني حاجات كتير جدا ضمها هذا البازار. زي ما قلت لحضرتك كان فيه رؤية مختلفة جديدة، وكان فيه تزايد ملحوظ جدا لعدد المشاركين والسلع اللي تم عرضها، اللي لبت احتياجات كبيرة جدا من احتياجات رغبة أو أعضاء الجمعية العمومية. ده الجزء من البازار اللي بيقام، نقول لكم يعني ايام ايه بالظبط 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 بالظبط. انتوا عارفين طبعا ان في جهود كبيره بتحصل علشان ننجح اي حاجه بتحصل في اي فرع من فروع النادي الاهلي. هقول لكم الايام بالظبط، يعني لو زمايلي في الاعداد يقولوا الايام اللي هيستمر فيها هذا المعرض او البازار. اوكي اوكي، دي كانت كل اخبارنا. اخر حاجه عايز اتكلم فيها، اخر حاجه عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، عايز بس اوجه سؤال لاتحاد كره القدم المصري الممثل في اللجنه الخماسيه اللي بتديره. احنا دلوقتي كلجنه خماسيه عندنا مشكلة، بنحيل المشكلة للجنة الانضباط. لجنة الانضباط بتاخد قرارات، طلعت قرارات، ده دورها، تديتني مشكلة أنا طلعت لك قرار. مين المنوط بقى إن هو يشوف المشكلة ويتابعها؟ أنا كاتحاد كورة، يعني أنا ده السؤال اللي بسأله، أنا كاتحاد كورة ولا لجنة الانضباط؟ طيب حصل إن لجنة الانضباط طلعت عقوبات عليا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، انا كواحد مش في دماغي تطلعوا زي ما انتم عايزين، تجاوزت وعملت حاجه غير اللي حضرتك قلت لي ما تعملهاش. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ لجنه الانضباط، ده سؤالي بقى المهم جدا جدا، لجنه الانضباط من نفسها بتضاعف العقوبه او بتاخد عقوبه ثانيه، ولا المفروض اتحاد الكوره يقول لها خلي بالك اصل في عبد الحميد حسن تجاوز وطلع لنا لسانه مثلا يعني، فشوفي الموضوع ده عشان نتابع. طيب انا كلجنه انضباط ما جاليش حاجه، ايه الحل يا جماعه؟ كده مش هتعرف تمشي كلامك على حد خالص، يعني عايزين اسئله وعايزين ردود وعايزين اجابات.
انا طرحت سؤال سهل جدا اهو، سهل جدا. حضرتك عندك مشكله دي لجنه الانضباط، لجنه الانضباط طلعت قرارات، حضرتك المفروض تتابع وتقول للامن في كذا وكذا وكذا وكذا، او ايا كان المشرف على المباريات في عقوبات على كذا وكذا وكذا، في كذا من اللي كذا وكذا دول طلع لك لسانه مثلا يعني. انت بقى تتابع المشكله ازاي؟ لجنه الانضباط من نفسها تطلع عقوبات تاني مغلظه، ولا انت تاني كلجنه خماسيه او اتحاد بيدير الكوره في مصر تقول له خلي بالك اصل في حد تجاوز وغلظ العقوبه بتاعته، او شوف هتتصرف معاه ازاي عشان نبدا في اتخاذ الاجراءات. هل حصل الكلام ده ولا ما حصلش؟ بعد كده حضرتك لما تيجي تقول لحد هيقول لك اشمعنى؟ هو انا يعني مثلا مثلا يعني احمد فوزي النجم الكبير نجم الاهلي السابق هيكون ضيف الاهلي الليله بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني يبدو ان في مشكله للكابتن احمد فوزي، النهارده الخميس بيكون الطريق داير، يعني اكيد حضراتكم عارفين حاجه صعبه جدا جدا. فلغايه لما شرفني الزميل او الكابتن احمد فوزي هيكون معايا بعد الخبر اللي اقول لكم، او بعد استعراض نتائج الدوري هيكون معايا الزميل العزيز الاستاذ خالد الادريبي الناقد الرياضي. تعالوا بسرعه اكلمكم او افكركم بالنتائج اللي لعبت هذا الاسبوع. نادي مصر وطنطا انتهى بهزيمه نادي طنطا وفوز نادي مصر بهدفين مقابل هدف. الجونه والانتاج الحربي انتهى بالتعادل السلبي 0-0. الاتحاد السكندري والمقاولين العرب انتهى بفوز المقاولين. الكلام اللي احنا اتكلمنا مع حضراتكم، الاتحاد عمل ماتش ولا اروع، لكن المقاولين كسب في الاخر وطلع عماد النحاس. بفكركم بس بالكلام، عماد النحاس قال يا جماعه احنا مش كويسين النهارده، لكن عندنا توفيق. التوفيق ما بيجيش غير الواحد المجتهد المخلص في شغله جدا 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 واللي بيتعب، والحمد لله كان معانا التوفيق وكسبنا 3 نقاط هامه جدا جدا احتفظ بها عماد النحاس بالمركز الثاني. الاسماعيلي وانبي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. انبي بيستمر في نتائجه الايجابيه مع كابتن حلمي طولان، كل التوفيق لنادي الانبي. ايضا الاسماعيلي عنده كمان تطور في مستواه بعد مكسب نادي الاتحاد في البطوله العربيه، هيبقى عندهم ماتش مهم جدا لقاء العوده. مصر مقصه والنادي الاهلي انتهى بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. اللي حضراتكم شفتوه كان علي معلول من ضربه جزاء ومحمد مجدي قفشه كان هدف ولا اروع. حرس الحدود وبيراميدز انتهى في مفاجاه، حرس الحدود 1-0 وكان ليهم جون عليه كلام كتير جدا جدا، اكيد يعني هيبقى لينا كلام او كابتن بقى اسلام الشاطر يتكلم فيه مع ضيوف الكرام. المصري وسموحه انتهى بفوز النادي المصري في اخر ثانيه 2-2. احرز وادي النجم فرود النادي المصري هدف في الدقيقه 90. دي كانت ابرز المباريات. دلوقتي بتلعب مباراه نادي الزمالك، هنعرف نتيجتها ان شاء الله ان شاء الله، يعني قاعدين معاكم لغايه لما نعرف نتائجها. بكره ان شاء الله ختام هذه الجوله دجله وطلائع الجيش. نطلع فاصل نستقبل زميلي العزيز الاستاذ خالد التربي ناقد الراديو الكبير. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني الناقد الرياضي الكبير الاستاذ خالد الاتريبي. مساء الفل يا استاذ. مساء الفل يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بص احنا ما طلعناش مع بعض امبارح عشان ماتش، اهم حاجه انت دايما جاهز. اكيد طبعا. طب انت جاهز بقى بايه الحاجات اللي طلعت بيها الاسبوع اللي فات؟ يعني الاسبوع اللي الحمد لله احنا الاسبوع اللي احنا فيه ده، يعني انا قصدي الحلقه طالما فاتت يبقى خلاص فاتت. لا طبعا. فرصدت ايه كنت هتفاجئنا بيه او الحاجات اللي انت كنت ممكن نتكلم فيها؟ لا هو مش موضوع مفاجأة قد ما موضوع حاجات انت بتحاول تلقى عليها الضوء او تاخد بالك منها، ممكن ما يكونش حد خد باله منها او ما حدش اداها الاهتمام المفروض تاخده. زي مثلا حاجات مثلا بتلاقي بعض التصريحات المعينة اللي بتطلع في اوقات معينة، والمفروض احنا كإعلام بقى او كأماكن كبيرة في الإعلام
لما بنجبر على بعض الحاجات اللي بتحصل او بتلاقي فيها مكان معين فاتح الطريق لبعض السلبيات ان هي تحصل، فبالتالي المفروض انت كأماكن إعلامية كبيرة ما تنقلش الحاجات دي. بمعنى بلاقي بعض التصريحات بتطلع زي ما بيقولوا كده اللي ما ينفعش انك تنقلها، او هي بتبقى موجودة في مكان معين باقتضته ضرورة حد معين مثلا، فبتلاقي مواقع كبيرة بتاخد عاملة زي بس حي لتصريحات غريبة الشكل وغريبة النوع ما ينفعش ان هي تتصدر بالشكل ده. فإذا كنا احنا بنتكلم كإعلاميين او كصحافة محترمة او لها مبادئ معينة وليها حاجات معينة وبنطلع، او وكمان اللي ماسك الحاجات دي مثلا ناس المفروض ان هي بتدعو للمبادئ والاحترام والاخلاق، في نفس الوقت بتلاقي بس حي لحاجات او تصريحات يعني اقل ما يقال عنها ان هي خادشه للحياء. تمام، طب منين انت بتكلمني عن مبادئ واحترام وقيم، ومنين بتخلي المكان اللي انت بتشتغل فيه او المكان اللي انت بترقصه بينقل حاجات اصلا موجوده في مكان لو ما حدش او انت سلطت الضوء عليه محدش ياخد باله منها؟ فبالتالي الواحد عايز يلاقي زي ما يعني زي ما بنقول اتبرون الناس بالبر. الله يكون في عون المشاهد. خلي بالك انا عمال اجمع في كلامك عشان افهم يعني انت بتتكلم في انهي حته، لان احنا عندنا حتت كتير. لا عندنا حتت كتير. لا 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 المشاهد فاهم، المشاهد فاهم ان في بعض القنوات زي بقول لك كده بتؤجر، بلاش اقول اللفظ اللي انا دايما بقوله عشان ممكن، بتؤجر على حساب الهوا. تمام، ويتقال فيها اللي انت عايز تقوله، وبالتالي الاماكن دي محدش بيشوفها اصلا. مش في رقابه يا استاذ خالد؟ لا ده قصه تانية وموضوع كبير. طيب تمام، بس لو اتكلمنا عن الرقابه ما تكلمني انت بقى عن الرقابه الذاتيه، ما تكلمني عن الرقابه اللي اخلاقنا احنا ومبادئنا احنا. لما تطلع تكلمني وتقول لي ما ينفعش ده يحصل وده لازم يحصل، ما ينفعش المكان اللي انت بتشتغل فيه تنقل منه او تنقل كلام ليه او تصدره او بتبروزه في اوقات انت بتبقى مستغرب الكلام ده بيتقال فين. يعني ساعات بتبقى في كلام بيطلع الساعه 12 والساعه 1 بالليل، انت المفروض كصحفي مثلا بتبقى قاعد فجاه بتلاقي في مواقع كبيره بتبث او بتتكلم عن تصريحات متبروزه ورا بعضه، فبتقول ده بس مباشر مثلا، يعني دي مباراه شغاله عشان تهتم بيها الاهميه دي. انا فهمت كلامك كده. يعني هل ده مهم؟ هل ده مهم بالشكل ده؟ طيب انت لما بتتكلم عن تصريحات لاي مسؤول اكيد فيما يخص المكان بتاعه. طبعا بيخص، بتكلمنا عن لعيبتي اخد تصريح عنه، بتكلم عن تعاقدات جديده اخد تصريح عنه، بتكلمنا عن شكوى من التحكيم اخد تصريح عنه، انما تكلمنا عن خرافات اخد تصريح عنه؟ الكلام ده ما كانش ما بيتقالش غير في بعض الاماكن المعينه. انا زعلت النهارده، كنت على السوشيال ميديا وفي حاجات كبيره مواقع كبيره بتابعها، انا زعلت جدا جدا فعلا، كان في حاجه كده ما ينفعش خالص. وبعدين انا متابع ان هم بداوا يدخلوا في اتجاه هو ما ينفعش انك في الشغل زي ما بقولك كده مش كل وقت عايز تركب الترند. هي بتتقال كده على فكره، ده مصطلح في العمل او في شغلنا معروف، مش الترند هو اللي هيسوقك، الاخلاق قبل كده هي اللي هتسوقك، القيم والمبادئ اللي انت مسؤول عنها وبتطلع تكلمني عنها هي اللي هتسوقك، هي اللي تكون مسيطره عليك. مين اللي بيطلع يتكلم على القيم والمبادئ؟ لا الناس، انا بقولك كل واحد ماسك سواء موقع كبير انا اعرفه جمعه. قصدك في المواقع؟ يعني طبعا. اوكي ماشي. انت المفروض يكون انت عندك فلتر لاي حاجه بتتقال، مش كل كلام من اي مسؤول بتبروزه. انا واحد من الناس في شغلي لما بيجي لي حاجه زي كده بقول لا ينشر، لا يصلح للنشر، ما ينفعش. مش كل حاجه هيقولها اي حد مسؤول هتكون مسؤوله. الكلام المسؤول مش شرط انه يكون على فكره من بني ادم مسؤول ماسك منصب. المسؤول عارف هو بيقول ايه وكلامه رايح فين وتأثيره على المجتمع ايه. هو ده المفروض اللي يحصل، هو ده اللي المفروض يحكم تصرفاتنا، يحكم كلامنا في شغلنا. انا بطلع بتكلم عن الصحفيين الكبار اللي بيبقوا ماسكين، وهم على فكره بغض النظر عن مين ممكن يعاتبني على الكلام اللي بقوله، لكن مش كل كلام بيتقال بيتكتب. حتى لو هو اتقال في مكان قد كده محدش شايفه، أنا كمكان كبير بروزه. تصدق يعني خليني أتناقش معاك. اتفضل. وحضرتك صحفي.
يعني مش 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 انت يعني كخالد حضرتك صحفي بوزيشن يعني صحفي تمام وانا راجل مسؤول انا مسؤول تمام ايه يعني انت لما تيجي تلومني اقول لك انا باخد كلام حد مسؤول ايوه انت هتلومني ليه فرضا المسؤول او انت كمسؤول كنت في وقت معين هو انا هسألك سؤال هو كل مسؤول في مكان انت مقتنع انه كان يستحق تواجده في المسؤوليه دي غير دي يا استاذ خالد ثانيه واحده بس ليك بس كمل معايا انا اناقشك نقطه لا ما ارد عليك ماشي ما انا بسالك اهو اتفضل هل دي لا صح؟ انا مش ذنبي ماشي مش ذنبي كواحد صحفي بمعنى انا مسؤول ان شاء الله بقى اطلع بحدف الناس بالطوب انا مسؤول لا انا ما نقلش عنك انك المفروض انك بتحدف الناس بالطوب طب ليه او انتقد على فكره حتى لو هنقل عنك ده انتقد تصرفك ان ازاي ده مسؤول وبيحدف الناس بالطوب لا ازاي هو فرضنا حد مثلا يعني قال كلام خارج طلع مره واحده كده كلام خارج على الهواء انقل انا الكلام ده بيحصل بيتنقل ما ينفعش المفروض المكان ده يطلع ينتقد انه قال كلام خارج في مكان ما لا ما ينقلش الكلام ده هو ده المفروض اللي يحصل لو كنا احنا 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 كصحفيين وكنقاد بنطالب الناس وبنتقد اداء الناس في شغل في شغلهم لابد ان احنا نقيم انفسنا ولابد ان احنا ما نستناش رقابه من حد احنا الرقيب طب ما يمكن هو بيبرز تصريحات خليني في عبد الحميد حسن انا ماشي انا واحد يا عم عمال تمام فاضي قاعد بدي ده طوبه وده طوبه واشتم هنا واعمل ماشي. هنا ماشي انت ماشي. صحفي انت صحفي دورك انت بتبرز انا بعمل ايه برضو ما انا واحد مسؤول برضو فانت ده دورك يمكن انت بتعمل كده عشان تقول للجهات الرقابيه خلي بالكوا ده عبد الحميد حسن ده ايه ده هو بيعمل ايه طب لما يكون هو اعتدى على الكلام ده عبد الحميد حسن اعتدى على الكلام ده وبقى اصبح ماده انت نفسك كصحفي انت دورك يا استاذ خالد دورك خلينا نتكلم بقى في العموم بلاش في مصر انا في اي بلد تانية انت دورك كصحفي بتنقل الخبر بطريقه ان انت بتقول الناس في واحد في بلد مش عارف ايه بيقول تصريحات كذا وكذا وكذا والناس دي انت كمتلقي بتتلقى الخبر عادي او ممكن تتجاهله لكن في جهات رقابيه المفروض تحاسب الراجل ده يبقى انت عملت دورك على فكره انت نقلت خبر لا انا في كلامي قلت لك مش كل وقت انت هتستنى الجهات الرقابيه فيه انت ما انت في وضع مسؤوليه ما هو ازاي بتكلمني تصدق موضوع صعب والله لا طبعا مش صعب ولا حاجه مش عارف مش لا عارف لا انا شايف ان هو مش صعب ولا حاجه وعلى فكره سهل جدا انك تعمل انا واحد من الناس بعمله على فكره مش صعب على فكره وبحترم نفسي اني بعمله على فكره جدا مش معنى كده ان انا بقول اي حد بيعمل العكس المفروض ما يحترمش نفسه لا بس حاول بس تبص لها شويه بلاش القارئ بلاش اي حاجه في بيتك انت المسؤول ولما بتسمع واولادك بيسمعوا الكلام اللي زي كده هل هتكون راضي بلاش خليك وانت قاعد في وسطهم وهم قاعدين معاك اولادك مش الشخصيات اللي زي كده مش هتكتب او هتقلب التلفزيون خليك معايا بس الاخر هتقلب ولا مش هتقلب انت بتعمل حاجه مثاليه لا مش مثاليه إيه لا اسمعني اقول انت بتعمل حاجه مثاليه ان انت عندك يعني قيم ومبادئ ان انت ما بتنقلش كلام زي كده ما هو على لكن فكرة. انا كدور هقول لك بس اكمل لك بس كلمه واحده بس لكن انا كواحد صحفي انت مش قادر تلومني هتيجي تلومني اقول لك انا بعمل شغلي انت راجل بتحافظ على قيم هو بيعمل شغله برضه فهو مش مدان هو ممكن يبقى احسن من كده ان هو يعمل اللي انت بتعمله المفروض. لكن هو مش مدان المفروض ما ينفعش تدينه لا 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 استنى بس قولي. استنى بس طب قول لي انا بدافع انا بعتبر نفسي ان انا الصحفي لا لا هو مفيش حاجه اسمها طب ما انا صحفي برضه عارف بكلمك في ايه ماشي ما انا بقول لك انا بدافع يعني في حاجه اسمها لا لا انا بدافع او برد بص خلينا نقول ونقف على ارض ثابته هنا او في كلامي ده انا ما بهاجمش اي حد من الزملاء خالص اكيد طبعا انا بطالب بحاجه معينه وبقول ان اللي انت بتعمله وفاكر انك بتبروزه ده هيجيب لك مكاسب ابدا حتى لو جاب لك مكاسب على مستوى قريب فانت بتخسر كتير فعلا. ما خد بالك فعلا. لما المجتمع نفسه بيتدنى في انه يوصل انه يخلي فيه بعض الناس بالشكل ده هي القيمه بالنسبه له وهي القدوه بالنسبه له لا مش قيمه بقى لا بالنسبه له لا خالص ثانيه واحده بس يعني انا لما انا راجل نجم برضو المفروض الصحافه تتابعني انا راجل نجم كبير جدا المفروض ان انت تتابعني في كل تصريح بقوله حتى لو انا بقول اي كلام لا لو انت بتقول اي كلام باستمرار لا
لابد ان يكون في شويه فلتره. طب ما ابراهيموفيتش يا استاذ خالد بيطلع بيدي تصريحات قاتله، وهو اول بس ما بيقرب على المايك كده بتلاقي مليون مايك ومليون قناه ومليون صحفي هو بياخدوا بيدي تصريحات قاتله بس مش مجنونه. مش ما لا مجنونه، لا مش بالدرجه دي يعني. مجنونه والله، ما بيطلعش يقول لك فلان ابن كذا وفلان ابن كذا وفلان ابن كذا وفلان ابن كذا. هو ممكن يكون وانا من السويدي بس احنا ما بنفهمش. لا طبعا لا يعني طبعا احنا نفهم سويدي. لا لا شتان الفرق على فكره خالص. خالص. لا لا مش القياس هنا غلط يعني، مع احترامي الكامل للمثال مثل بتاعك او مثال بتاعك. لا 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 انت براحتك، في فرق. لا لك امثله انت براحتك خالص. لا لا في فرق، في فرق كبير خالص يعني. يعني والناس عارفه على فكره، الناس في بعض الناس بدات تعي وتدرك اللي بيتقال، لكن ما انت برضو بتلاقي ان الامثله اللي زي كده متصدره. على فكره يعني انا كنت برد مع الاستاذ خالد عشان يبقى في حد بيرد، انا كمان كحد قاعد بيدير حوار بقنع حضرتك بفي وجهه نظر، وجهه نظر بتدافع. لكن انا بتفق تماما مع الاستاذ خالد ان انا كموقع محترم، موقع كبير، لازم احترم نفسي واحترم قرائي واحترم متابعيني قبل اي حاجه، حتى لو كان الخبر ده هيجيب لي مليار متابعه. انا متفق معاك جدا جدا، لكن انا كنت بعمل الطريقه طبعا ده علشان بس الناس يبقوا في حد بيرد طبعا. يعني كل الردود اللي انا رديتها متهيألي دي كل الحاجات ممكن اي حد يقول لك انا بعمل الصح وانا بعمل، انا مالي انا بتلومني في ايه. طيب ماشي، عايز تكلم تكمل الحلقه؟ لا لا خلاص، انا كده بالنسبه لي دي كانت رساله مهمه. انت كنت هتعمل ايه لو ما كنتش طلعت معايا؟ كنت هتشيل الكلام ده جواك ازاي؟ لا عادي نعرف نقوله برضه، ما تقلقش بجد. طبعا وبعدين احنا موجودين كل يوم اربع. انت عزمني على حاجه عشان انا بخليك تفضفض. ما هو احنا موجودين كل يوم اربع ان شاء الله، وبالتالي حتى دي حاجه زي كده، القضايا المفروض بتناقش القيم والمبادئ والاخلاق. دي المفروض قضايا بتعيش حتى لو قعدت سنه اتنين تلاته بتعيش جدا يعني. جدا جدا جدا. انت حتى ممكن تلاقي ابنك او بنتك يقول لك طب ده هم عرفوا ان انت واحد بتقول اي حاجه، طب هم ليه بقى دايما بيهتموا بيك مثلا. دلوقتي عندي سؤال طرحته للساده المشاهدين ماشي. قبل ما حضرتك تشرفني وتنورني. تمام. ايه بقى؟ اتحاد الكوره مال هو المنوط؟ انهي مشكله فيهم قول لي؟ استنى بس. المنوط. المنوط اسف. المنوط. المنوط برجعوا المنوط. انا اسف اسف فعلا. ايه المنوط؟ ما ايه المنوط؟ ماشي. يعني ايه اللي دخلني في المنوط والمنوط؟ ما اتكلم مع عادي. هو المنوط بتنفيذ العقوبه ولا طرح العقوبه؟ فهمتك. ايه ده لسه كلام كتير. ماشي كمل. ماشي ماشي ماشي. احنا قلنا المنوط ولا المنوط؟ المنوط. المنوط دي وحشه ومش عارف طلعت. معلش. فهو مين المسؤول؟ انا كاتحاد كوره بقول لجنه الانضباط خلي بالك في خالد، الاستاذ خالد التربي عمل كذا كذا وتعدى على كذا كذا، اتفضلي. لجنه الانضباط بتطلع قرار بايقاف الاستاذ خالد التربي، ما يطلعش يتكلم بقى تاني بقى. احنا قاعدين فاضيين، احنا عايزين نعمل سلوك كويس بقى. فدلوقتي الاستاذ خالد ما التزمش بحاجه. ايه اللي بيحصل بقى؟ المفروض ان لجنه الانضباط تطلع قرار تاني، ولا المفروض ان اتحاد الكره المنوط باتخاذ الاجراء يقول لها خلي بالك الاستاذ خالد طلع لنا لسانه، فشوفوا ممكن نعمل ايه تاني فيه؟ من وجهه نظري انا يعني؟ لا مش من وجهه نظرك، عايز الصح. كمعلومه يعني؟ لا مش كمعلومه، لو ما عند لو صح قول، لو مش صح احنا تطرح سؤال بقى. هو الطبيعي القاضي لما بيصدر حكمه هو اللي بينزل ينفذه؟ ده احنا عايزين نقول على طول. لا 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 طبيعي. لا لا طبعا. تمام. القاضي بيصدر حكمه بناء على حاله من النيابه العامه. المفروض ان السلطه التنفيذيه بقى هي المفروض اللي بتتابع تنفيذ القرار ده او الحكم ده ولا لا. بالظبط. صح بالظبط. طيب لو في حاله تجاوز او عدم تطبيق القرار، مين اللي بيتابع؟ القاضي بينزل برضه يشوف؟ لا السلطه التنفيذيه برضه او جهه الاحاله. مين جهه الاحاله؟ اللي احالت الموضوع من الاول. عشان كده قلت لك المثال ده ما ينفعش يتضرب هنا. لا هي السلطه التنفيذيه اللي بتاخد القرار ده. ماشي ماشي. لازم هتطبقه هتطبقه. ماشي. دلوقتي اتحاد الكوره لما بيحيل اي حد لاي لجنه مثلا عايز في ازمه للجنه المسابقات بيحلها مثلا. انا عملت حاجه وحشه. ماشي خلينا خلاص حول لك للجنه الانضباط. تمام. وانا قلت لك ما تخشش الاستوديو تاني. ما تجيش الاستوديو هنا تاني. دخلت. المفروض ان اتحاد الكوره طبيعي انه يحيل الامر ده للجنه تاني مره تانيه بقى. تمام. ان انا ما رحت وتجاوزت. طب انا في بعض القرارات صدرت الفتره اللي فاتت يعني مثلا
انت كنت ممنوع انت كمان، بس قالوا ان انت طلعت تاني والكلام ده. لا بقى علينا يعني. ماشي. المفروض دلوقتي خلينا نتكلم ان في قرارات طلعت من لجنه الانضباط ماشي في وقت من الاوقات. أوكي. الناس استنت لما ما تنفذش بعض القرارات منها ان يحصل تغليظ العقوبه، وبداوا يشيروا للجنه الانضباط ان الامر في تجاوز منهم، او ان هم اغفلوا حاجه، او لم يتعرضوا لشيء، او لم يتعرضوا لامر ما، ونسيوا ان المفروض اللي يحيل الامر للجنه دي هو اتحاد الكوره اللي احال في المره الاولى. بس هو احال في المره الاولى وعمل دور البطوله ثم هو ما عملش دور بطوله، هو عمل الحقيقه، هو عمل الحاجه الطبيعيه. ما هو طلع تغنى بيه. اوكي. تغنى بالموضوع، احنا اول ناس نعمل كده، واول مره نعمل كده وبتاع، ان هم يمنعوني دخول الاستوديو. المهم المفروض انك بتحيل بقى الموضوع تاني، عشان انت امر الاحاله عندك انت دلوقتي عشان تغلظ. طب ما يمكن ما يكونوش فاهمين القصه دي، يعني الناس لسه معينين. عايز ايه؟ والله مبهزر، والله العظيم. عايز ايه بس؟ بص انت عارف انا ببهزر، هقول لك بالمنوط اللي انا قلتها دي. ده انا لو منك اسيبني وامشي اساسا. طب هو اللي مش عارف يروح. انت في مرحله اللي مش عارف هو بيعمل ايه ما يقعدش في مكان. والله ما بهزر. هو انا ما بهزرش. الناس بجد ممكن ما يكونوش عارفين اللوائح، يعني هو خلاص خد قرار وانا قلت لا انا هدخل الاستوديو تاني، هو قال لك بقى خلاص ما لجنه الانضباط تتابع القرار. والله ما بهزر، ممكن يكون عندهم يعني مش عارفين، ما عندهمش درايه كافيه بالقواعد. او طب اسالك سؤال. بس احنا بنقول لهم اهو، احنا بنقول لهم. لا اسالك سؤال. انت لما لقيت الناس مثلا بتسال هو ايه اللي حصل، هو انت مش من ضمن الناس برضو اللي تسال ايه اللي حصل؟ ما رحتش تسال مثلا اللجنه هو ايه اللي حصل؟ طبعا. واللجنه ما قالتلوش اصل انت ما جبتليش. ممكن تكون اللجنه مش عارفه برضو. لا 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 كده بقى انت يعني بص، لا كده ما ينفعش. لا كل واحد في مكانه على فكره. طب انت بقى لما تشوفني داخل الاستوديو بقى، وكل مره داخل الاستوديو، انت هتعمل ايه لما يطلع لك قرار؟ لا بص بص خلينا بس، لا خلينا بس. بجد؟ لا كل واحد ده بجد؟ لا 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 صدقني، بس كل واحد في مكانه خاصه اتحاد الكوره عارف بيعمل ايه كويس. كويس جدا. خلاص احنا خلينا، احنا تجاوزنا القصه دي. انا دلوقتي انت بتشوفني هيجي بعد كده اقول لك اتحاد الكوره يا استاذ خالد انت عليك عقوبه ما تطلعش في مكان تاني، وانا انت شايفني بطلع عادي، هيكون رد فعلك ايه؟ لابد انك تتحرك، تاخد الاجراء القانوني، تدور على الاجراء القانوني اللي ممكن يحصل ايه وتعمل. انت هيكون رد فعلك ايه لما يجي يوقفوك وانت شايفني كنت موقوف وبطلع عادي؟ انت هيبقى رد فعلك ايه؟ ما انا هعمل زيك بالظبط. مش كده؟ وده يعمل زينا واربعه يعملوا زينا. فوضى. وتبقى هي صفوضى. فوضى. فوضى. صح؟ فوضى. صح. واحنا كنا طرحنا التويته اللي نزلها مهندس خالد عبد العزيز. مهندس خالد عبد العزيز قال لك لو ميدو معاه مثلا، انا مثلا كنت بفكر ارشح نفسي بجد في مجلس الشعب، لو كنت ترشحت لمجلس الشعب كنت بلعب كوره، ولا يبقى ليها سنه معينه يعني، قول انا كبير يا سيدي ورشحت، المهم يعني بقيت انا عندي في مجلس الشعب او عندي حصانه، هل ممكن تطبق عليا الحاجات الكلام ده؟ طبعا. لا ده؟ طبعا طبعا طبعا. معقولة؟ لا تطبق طبعا. وبعدين على فكره المهندس فرج عامر، بقول بس فرج عامر، ما هو عضو مجلس الشعب، وقدم التماس للجنه الانضباط، ولجنه الانضباط قبلت الالتماس. معنى انك بتقدم التماس انك معترف، خد بالك من دي كويس قوي بقى، اصل في ناس بتتكلم اي كلام. معنى ان انت قدمت التماس في قرار، خد بالك انا اقصد بالاسماء، وانا يعني ده على مسؤوليه انا الشخصيه المفروض يعني. المهندس فرج عامر قدم التماس للجنه الانضباط. ولجنه الانضباط طلعت قرار ان هي قبلت الالتماس ده وشالت العقوبه. تمام. طب لما هو عنده حصانه قدم التماس ليه؟ اذا هو معترف بالاجراء القانوني اللي طلع من اللجنه. بيحترم قوانين الدوله، بيحترم الاتحاد، راجل محترم. بس. واضح المثال يعني؟ واضح. لو هو انا مش عارف انت مين اساسا تاني، ولا ما انا مش فاهم حاجه يعني، بغض النظر. انا بتكلم، انا بدي مثال عام. تمام. انت بتقول لي لو لاعب كوره عضو مجلس الشعب، لا بقول لك لا، حصل المهندس فرج عامر عضو مجلس الشعب وكان في ضده عقوبه، وكان هو نفسه طلع قال لك انا عندي حصانه لكن قدم التماس. ما كان ممكن يقول عنده حصانه وما قدمش التماس، لكن الراجل قدم التماس والتماسه اتقبل. راجل محترم بصراحه، بيحترم القوانين واحترم اللوائح. ايه تاني طلعت بيه ده؟ انت كان عندك ده حلقه بس الحمد لله عوضناها. الحمد لله. يعني حتى لو الوقت قليل. تمام. بس كلمه المناوض دي اللي بوظت ال لا لا مفيش حاجه اجل من اللي اسفه يعني. ماشي. طب ايه؟ عندك ايه تاني؟ لا حلو كده. ما عندكش حاجه تاني؟ شوف بقى انت عندك ايه؟ نمشي يعني ولا ايه؟
عندنا مكسب النادي الاهلي امبارح طبعا بالرغم من الغيابات تمام بالرغم من الايقافات انا اتكلمت مع الساده المشاهدين قبل ما حضرتك تشرفني لكن فايلر ما شاء الله عنده فكر كبير جدا كنت اتكلمت قبل كده انا وانت برضو ان ازاي فايلر بين الشوطين بيقلب الدنيا لصالحه وده دور المدرب او المدير الفني اللي هو بيقول عليه بنقول عليه مدير فني شاطر جدا اللي هو بيبقى شايف الدنيا الشوط الاول وده دور مدير فني بقى وبيتدخل تدخل فعلي بين الشوطين وبتلاقي الشكل في الشوط الثاني شكل مختلف شكلا وضوعا وقبل السؤال ده ممكن نسال حاجه ثانيه اتفضل اسال نحب نقول للناس خلاص انا الاوان ان تحكم على فايلر ولا خلاص مش انت بتكلم على الناس كل ماتش لا ما خلاص احنا من زمان لا لا في يقول لك الدوري مش معيار لازم افريقيا مين اللي بيقول كده لا كتير مش الاهلاوي هتلاقي حد دسيس كده بيدخل يا بس الاهلاوي خلاص عدوا الكوسه احنا عدينا المرحله دي فاكر معلش هاخد بس بشكل بسيط لا خد راحتك خد راحتك الاسبوع اللي فات قلت لك هنا ان المباريات او البطولات لا تحسم في الملعب فقط وانت اتفاجئت جميل صح صح, صح. ما خدتش بالك حصل ايه الاسبوع اللي فات واخد بالي والله انت زي ما قلت لك انا مركز زيك بالظبط زي ما قلت لك تمام في كتير جدا اكيد زي ما في ناس حابه نجاحك في ناس بيضايقها نجاحك طبعا وفي ناس عارفه كويس جدا انك مش انها مش هتقدر عليك غير في غير بره الملعب وقلت وهفضل اقول زي لو انت فاكر ان مجريات اللعبه في ايدك انت بس وان اداره النادي الاهلي مش واعيه وعارفه ايه اللي بيحصل تبقى غلطان لان زي ما كسبتك برضو في الملعب برضو هعرف اكسبك بره الملعب لكن بطريقتي بطريقتي اللي احنا بنتكلم فيها المبادئ والاحترام مش الضرب تحت الحزام ومحاوله حاجات بتحصل الناس كلها عارفاها وبتحاول تعطلك لكن ده ما بيحصلش انا بس حبيت ان انا افسر لك ده صح لانك اتفاجئت الاسبوع اللي فات وسبحان الله حصل الاحداث او بعض الحاجات اللي حصلت الاسبوع اللي فات صح بتبين لك ان الكلام ما بيتقالش كده لا بناء على دراسه يعني الانسان الفاشل يا استاذ خالد ده اللي قلناه برضه الانسان الفاشل بيعمل ايه؟ بيمشي في طريق خلاص وفاهم ان الطريق ده هينجحه في الاخر وبيفشل بيروح يقول لك ايه بقى طب انا هحاول تاني بنفس الطريق وبيفشل ما عشان كده بس المحاولات ده بقى لها سنين ما عشان كده انت في مكانك ما دايما بقول لك يعني انا لو انا اساسا ما هو اللي وانا بظهري عارف انت بتعمل اللي دايما باخد باسباب النجاح هو اللي دايما بيفضل في المقدمه عشان دايما كده بتلاقي النادي الاهلي هو اللي في المقدمه مش محليا بس لا ده قاريا يعني يا رب يا رب بس فان شاء الله نتمنى ان النادي الاهلي يفضل مكمل وهيفضل مكمل على فكره بنفس الشكل لانه جيل بيسلم جيل نفس المبادئ اللي انت بتشتغل عليها نفس الطريق اللي انت بتمشيه بتحاول تطور عليه بتبني على اللي قبلك ما بتهدش فيه حتى لو كنت على خلاف معاه او على خلاف في وجهات النظر انت بتاخد بتشوف انجازات اللي قبلك ايه وبتبني عليها وبتشوف سلبيات اللي قبلك ايه وبرضه بتعالجها وبتبني عليها وبالتالي عمرك ما شفت حد بيجرح في حد سابق عندك مستحيل مستحيل تطلع تلاقي مثلا في ايام النادي الاهلي مسؤول طلع قال لك ده الاداره اللي فاتت او الجهاز الفني اللي فات هات لي لاعب خلينا نتكلم على لاعب هات لي لاعب في النادي الاهلي طلع انتقد في مدير فني في سابق هو بس هتلاقي فيه استثناء بسيط قوي يعني بس ده بيبقى يعني لا 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 بتكلم على 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 بتكلم على المجمل لا المجمل لا المجمل طبعا زي الفل انما في انديه تانية كتير يمكن لسه ما يكونش خرج وبتلاقي كلام بيطلع لا. عشان كده بقول لك انت ليك طريقك المعين وليك اسلوبك المعين في الاداره وده بيعود برضو على الفرقه وبيعود على كل فرد من افراد المنظومه وبالتالي زي ما بقول لك هتفضل كده الامور هتفضل كده تمام انت ما جبتنيش على السؤال بس فايلر خلينا في فايلر بقى ما جالك اهو اوكي طبعا فايلر طبعا قلب الناس بتتكلم او بيقول لك التشكيل الخاطئ الناس كانت بتتكلم بيقول لك التشكيل الخاطئ اللي بدا بيه فايلر المباراه لا هو مش قصه تشكيل خاطئ لو احنا نركز قوي الماتش بلاتينيوم لما فايلر اطمن النتيجه نفس التشكيل في ختام المباراه علي معلول لعب في نفس المركز في اخر الماتش ونزل محمود متولي نفس اللي نهى بيه المباراه هو اللي بدا بيه المباراه اللي فاتت بتاعت المقص الراجل لما اطمن المباراه
بدا يتكلم او بدا يفكر في المباراه اللي بعدها. عشان كده هو عارف الياته ايه. الراجل عارف ان هو مثلا عايز يلعب وليد، انت في فتره مضغوطه مثلا مش عايز يلعب وليد سليمان فتره طويله في المباراه، فريحه لوقت معين واحتاجه في وقت معين. انت بتبقى حاطط كام سيناريو تشتغل عليه، وبالتالي هو الراجل عارف في التوقيت ده هيعمل ايه والتوقيت ده هيعمل ايه. عشان كده دايما بتلاقي في اختلافات في الاداء في المباراه الواحده، بتلاقي في تغيير اصلا بالزبط. في الخطه في المباراه الواحده بالظبط بالظبط بالظبط. حلو قوي كده، ماشي انا شايف ان كده حلو تمام. ونشيل بقى شويه حلقاتنا الدسمه ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله. بس يعني حاول تنسى المنوط المنوط اللي انا قلتها لك دي، ما تقولش لحد وحتى ابوك. ربنا يخليك يا رب. نورت وشرفت. شكرا جدا. شكرا. وقت قليل لكن كان مفيد جدا، واتكلمنا فيه في قضيتين مهمين جدا جدا. انا مبسوط اني كنت معاك، وان شاء الله نتقابل باذن الله في الاربعاء اللي جاي، نكون محضرين قضايا كتير نتكلم فيها. استاذ برجاوي بشكرك. شكرا. شكرا جزيلا استاذ برجاوي. شكرا جدا. شكرا جدا الاستاذ خالد الاتريبي الناقد الرياضي الكبير. نطلع فاصل عشان نستقبل الكابتن احمد فوزي اللي جه يعني بصعوبه جدا. اهلا بحضراتكم من جديد. النجم الكبير الكابتن احمد فوزي نجم الاهلي السابق نورني وشرفني في الاستوديو اخيرا يعني. مساء الفل يا كابتن. مساء الجمال، معلش عذرا على التاخير، وبالصحه والسلام. ربنا يخليك. سنه طيب والاهلي طيب والجماهير الاهلاويه طيبه. سنه جميله سعيده كلها بطولات ان شاء الله على النادي الاهلي، وتبقى سنه ان شاء الله 2020 ان شاء الله ان شاء الله على الاقل نحقق الرباعيه مش الخماسيه يا رب ان شاء الله. شايفك جامد انا على تويتر. ما على قد يعني. لا شايفك بيجي لي كل حاجه. لا ما طبعا انت معاك، ده انت معاك الرجاله كلها مع حبايبي. كل المعدين اللي جوه حبايبي. خلينا بعد الهوا بقى نقعد نتكلم. طيب عامل انت احصائيه كده شايف يعني محطة. هو مش احصائيه قوي، هو بس انا عايز اتكلم في نقطه. اتفضل. يعني ان فايلر الراجل مشي معانا بطريقه مميزه جدا، عامل كويس يعني، عامل شغل كويس قوي قوي قوي. تمام. امبارح بس انا قلت كلمه كده وناس كتير اعترضت عليا، انه امبارح يعني عارف لما تجود في حاجه يعني هو حب يفتي زياده عن اللزوم. مع احترامي لاي حد. تمام. احنا ما لعبناش الطريقه دي، اربعه اللي هي 3-4-3، ما عندناش اللعيبه اللي تنفذ الطريقه، لان انت حطيت احمد فتحي في الحته دي، المكان ده الوحيد اللي يلعبه ايمن اشرف في 3-4-3، المكان الوحيد اللي يقدر يعمله عندنا في الفرقه هو ايمن اشرف. تمام. وساعات رامي ربيعه لو في حد في القلب جامد. تمام. انما احمد فتحي هو اصلا ايمن، لعيب كوره كويس، جوكر تقدر تحطه في اي حته يفيدك، انما انت عايز واحد اشول عشان يزيد معاك، ولما يطلع يهاجم ومعلول يبقى قدامه السرد باكين يخش، وكانك بتلعب 4-4-2 عادي. فانت دلوقتي ايه، انت لازم يكون اللي بيلعب ناحيه الشمال ده اشول. ناهيك ان محمود متولي لسه راجع من اصابه، الحته دي عايزه 3 سرد باكات سبرنترز. ليه؟ لان انت على طول واحد بيطير والاثنين التانيين بيخش يلعبوا جوه، لما الكره تتعمل في القلب الاثنين واحد بيروح والتاني بيخش في ظهره، وده بيجي يغطي الناحيه العكسيه. مالناش دعوه بقى بالباك رايت والباك ليفت، مش موجود اللي هم دلوقتي جناحين اللي هو محمد هاني وعلي معلول. فمحمود متولي عنده سنه بطء، هو مش اسرع واحد في السيرد باكات يعني، ممكن يعملها سعد سمير كويس قوي، ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه بالسلامه ان شاء الله. انما عشان كده في اول 3 دقايق كنا ممكن نتخطف جونين امبارح، خاصه الكورتين، واحده بتاعت عمرو مرعي، الاثنين بتوع عمرو مرعي، ولكن ربنا ستر اللي جت في العارضه من بره ودي وطلعت، عشان احمد فتحي ما كانش عارف يقف. مع طبعا كابتن احمد فتحي خبراته وكل حاجه، بس انا بقول اللي انا شفته. تمام. اول ثلث ساعه الفرقه ما كانتش قادره تستحوذ على الكوره بطريقه كويسه. تمام. ابتدينا اول هجمه لينا كانت تقريبا في الدقيقه 21 او 19 مش فاكر بالظبط، فده دليل ان الفرقه خدت وقت عقبال ما تتعود على طريقه اللعب، لان طريقه اللعب ممكن يكون عملها في التمرين يوم او اثنين، بس دي بتاخد شهور عشان تتحفظ. ولا انا غلطان؟ لا تمام، هرد عليك. اتفضل. بس انت قلت حاجه كويسه، قلت المدير الفني ساعات بيجود. ايوه صح. المديرين الفنيين اللي بيفكروا كتير قوي لازم يعملوا كده. لازم يعمل كده. جوارديولا نفسه تيجي في مره ايه ده هو بيعمل ايه، انت تستغرب لو انت يعني لو حد ما اتفرجش على جوارديولا وعارفه هيقول لك المدرب ده ما عندوش فكره. ايوه صح.
فعلا، لكن في ثانيه بيروح لامم الدنيا بقى، ما بتغيره واحده بيلمها بالظبط. ماشي انا معاك، انا مش لكن كل فعلا انا مش انت عارف انا ما بدافعش والله، لكن كل المديرين الفنيين اللي بيفكروا يعني دايما بيشغل دماغه لازم تعمل حاجه هي التجويده. ايوه بالظبط. بص انا برضو مش لن اخفي عليك سرا ان هو لاعب احمد فتحي ناحيه علي معلول، عشان عارف ان الهجوم بتاع الطرف اليمين لنادي المقصه عالي شويه، خلينا بس متفقين على دي. تمام. وعلي معلول في الناحيه الدفاعيه مش جامد، فقال لك العب بثلاثه عشان احمد فتحي يغطي ورا علي معلول، انما عشان اقفل الحته دي. بس احنا ما شفناش كده امبارح. هو بس احسن حاجه عملها انه ما كبرش، انه ما كبرش في الكوره. عارف لو كبرت في الكوره وصممت على رايك لا لا طبعا هتخسر. لا هو ما كبرش، هو عمل ايه؟ هو استنى وغير تغيير، محمد هاني طلع رجع احمد فتحي مكانه، لعب 4-3-3 4-2-3-1 الطبيعيه لما نزل كمان جيرالدو، فرق كتير مع الفرقه ورجعتنا للحاله الهجوميه اللي هي في الشوط الثاني. احنا رحنا ضيعنا كتير، سيبك من الاثنين الهدفين، احنا قبل الهدف ضيعنا وبعد الهدف ضيعنا، فاعتقد هو جود. هنا بقى النقطه، الراجل مدرب كويس قوي بس مش فوق النقد، مفيش حد فينا في الدنيا فوق النقد، كلنا بنخطئ ونصيب، صح ولا انا غلطان؟ ولو هو ما عرفش خطأه امبارح في عارف كان ممكن يعمل كده امتى؟ بعد ما يكسب 2-0 يبتدي يلعب بثلاثة سرد باكات، انا معاه في دي. انما وانت في اول المباراه كان لازم تروح تهدد، لان كده كده المقصه كانت خايفه منك، انت اديتهم فرصه ان هم يلعبوك، صح ولا انا غلطان في كلام؟ كلام كوره، صح ولا انا غلطان؟ تمام. اديتهم فرصه ان يخشوا معاك في الجيم، ولكن الحمد لله ربنا ستر. انا بس خلينا في النقطه دي. انت عارف انا برضو باكد عليك ان انا مش عشان في قناه الاهلي هم عارفين، يعني الناس الساده المشاهدين عارفين، لو اتكلمت مع فايلر في انت ليه لعبت ثلاثه انت هتقول له في الاخر انا اسف. اه طبعا هيقنعك بوجهه نظره، هتقول له في الاخر انا اسف. ايوه ما انا عارف. حته بقى هو لعب احمد فتحي ليه، الناس دي اللي اقنعتك ان هو مدير فني كفء ومدير فني كويس جدا جدا هيرد عليك ويقول لك فعلا انت في الاخر تقول له انا فعلا اسف، بس انا كحد عادي بص مش عارف دماغك فيها ايه، انا شايف الدنيا المفروض كانت تبقى كذا، فهو يقنعك ولعب بثلاثه. وانا مقتنع تماما بوجهه نظره، بس انا بقول كان يعكس، بدل ما يبتدي 3-4-3 ويرجع يعدلها تبقى 3-4 تبقى 4-3-2-1 او 2-3-1، لا كان ممكن يلعب الاول يهدد فرقه الخصم وبعدين. خلي بالك وكان قاعد جيرالدو وليد سليمان اوراق رابحه جنبه ليه، الناس برضو بتتساءل الراجل لما نزلوا الاثنين غيروا مجرى المباراه، تتحسب ثانيه تتحسب له بالزبط. واحد عمل ضربه جزاء جه منها الهدف، ووليد كان الى حد ما ماشي كويس، فانت ما تقدرش تتكلم غير الحقيقه اللي حصلت. بس انا بتكلم كوره، انا مش يعني دي وجهه نظري، اكيد ممكن اطلع غلط. لا مش اكيد اطلع غلط، انت كل واحد بقى عنده وجهه نظر بس مش متبنيها، انا بحترمك جدا في الحته دي. لا خالص بالظبط مش متبنيها، اللي هو عشان كده بقول لك انت لو قعدت معاه هتقول له انا اسف في الاخر، لان انا متاكد ان هو هيقول لك انا عملت كده ليه وعملت كده ليه، وهتقتنع بالكلام. هو اكيد وجهه نظره تحترم باي حال من الاحوال، ولكن انا بتكلم في لان هو قدر يقنعنا بحاجات كتير قوي. هو اقنعنا بحاجات كتير، واقنعنا بلعيبه ما بتلعبش في حتت بالظبط. خلي بالك يعني بالزبط. هو في لعيبه جابها يعني مش مركزها وبيلعبها بالظبط، فعشان كده بقول لك انا لا هو طبعا الراجل بيهتم بكل صغيره وكبيره، وده اللي بيخليه ناجح، وده اللي بيخليه الاهتمام بالحاجات الصغيره دي هي اللي بتنجحه. فطبعا ما حدش يقدر يقول ان هو اخطا ولا ما اخطاش، هو ليه وجهه نظره عملها، ولكن لينا نقد. اصل في بعض الجماهير وبعض الناس بتقول لك هو راجل فوق النقد، لا سيبه هو يعمل اللي هو عايزه. لا يا جماعه احنا لازم برضو لابد من تصحيح الخط الطبيعي، اكيد الكلام ده بيوصل له، انت عارف هو مهتم بكل حاجه والكلام ده بيوصل له، فمفيش مشكله ان هو يسمع النقد. انا عامل شويه احصائيات كده ممكن اتكلم عليها. اتفضل. الراجل ده تخيل في 9 مباريات، انا هتكلم على الدوري بس، يعني هزود في حتت في افريقيا كده بس انا هتكلم على الدوري بس. اتفضل. الراجل في 9 مباريات تخيل ملاعب 24 لعيب، 24 لعيب في 9 مباريات، تدوير مهم جدا جدا جدا، رقم كبير. الاكيد اللي لعبوا ال4 مباريات انا هقولهم بالترتيب بماتشاتهم، الشناوي الوحيد اللي او هو هو وقفشه الوحيدين اللي لعبوا 9 ماتشات ما شاء الله. رامي ربيعه 7، ايمن اشرف 8، ولو ما كانش واخد 3 انذارات كان لعبه كان 9. سعد سمير ربنا يشفيه 2، محمود متولي 1، وياسر ابراهيم 1.
باك رايت لعب محمد هاني 9 مباريات واحمد فتحي 3 مباريات في الدوري، 3 مباريات بس. طب ارجع واقول لك بقى انه في افريقيا على طول محمد هاني هو اللي بيقعد واحمد فتحي اللي بيلعب. تمام. فهو الراجل بيدور على الخبرات بيستفيد منها في ايه؟ في ماتشات افريقيا. ودي حاجه ميزه يعني مهمه جدا انه بيدور على مباريات افريقيا اكتر من المباريات المحليه مع احترامي للدوري المحلي. تمام. ولكن انه محمد هاني يلعب 9 ماتشات الدوري واحمد فتحي يلعب 3 ماتشات بس، دي حاجه تدل على ان الراجل بيفكر في بطوله افريقيا. ده خلي بالك دي بين قوسين من وجهه نظر يعني. باك ليفت لعب علي معلول 7 مباريات ولعب محمود وحيد مباراتين لان علي كان مصاب. وسط مدافع عمرو السوليه ما شاء الله لعب 7 مباريات، ولو ما كانش موجود برده المباراتين اللي تعور فيهم كان برده لعب. اليو ديانج دخل 4 مباريات، حمدي فتحي 3، حسام عاشور 3، بس حسام عاشور ما ابتداش ولا مباراه، انما الثلاثه التانيين اذا كان السوليه او ديانج او حمدي فتحي ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه بالسلامه، الثلاثه دول لعبوا على طول اساسيين. وسط مهاجم محمد مجدي قفشه ومقتنع بيه تماما، لعب 9 مباريات. وليد سليمان لعب 9 مباريات وهو اعلى معدل تهديفي في الفرقه، يعني وليد سليمان لعب بالدقائق 330 دقيقه في 9 مباريات. تاني 330 دقيقه في 9 مباريات احرز 5 اهداف وهو اكبر معدل تهديف في فرقه النادي الاهلي. ودي ليها كلمه لوحدها هنتكلم عليها بعد كده. حسين الشحات لعب 8 مباريات، رمضان صبحي ربنا يشفيه 6 مباريات، الشيخ 4 وجيرالدو 2. المهاجمين بقى جونيور اجاي 8، مروان محسن لعب 5 ونزل بديل 2، وليد ازارو 7، صلاح محسن 1. ارجع ااكد على حته مهمه جدا، مروان لعب 5 مباريات وجونيور اجاي 8، وفي الدوري الافريقي او في بطوله افريقيا الاثنين لعبوا قد بعض 9 و9، يعني بالمجمل هنا وهنا يبقى 9 و9. مروان اكتر واحد لعب هو وجونيور اجاي اكتر 2 راس حرب. طيب ارجع واقول لك بقى قصه ان الناس كلها بتتكلم ان الاهلي عايز راس حربه، طب جونيور مش موجود هو بيلعب مروان محسن، ولكن مشكله مروان هي عدم التهديف. ممكن يكون مروان كسترايكر جوه الدايره، هو جوه ال 18 سوري، اكيد الكلام ده ليك انت احسن. انا ممكن احرك فرقتي كلها بره، اطلع واستلم واحط ده واحرك ده واحط اللي في وشي وارجع، واكيد الكلام ده طبعا عارفه. وممكن اكون سترايكر بوكس او سترايكر صندوق، ولا انا غلطان؟ تمام. فالراجل حتى جونيور اجايه لما بيلعب الراجل بيلعب بسترايكر خفي، اهم حاجه في الاسترايكر انه ياخد الناس ويطلع بره ال 18 عشان الاثنين اللي جايين من الطرف او الراجل رقم 10 يخش يجيب جون، ولا انا غلطان في اللي انا بقوله؟ ف يعني الناس لازم تهدى شويه على الـ 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 على مروان. مش بقول كده من فراغ، انا بقول كده ان مروان لعيب كويس من 2017 هو في المنتخب مثل مصر بطريقه كبيره، انما هو لسه الكوره ما مشيتش معاه، لما تمشي معاه هيبقى حاجه ثانيه. انا مش معترض ان الاهلي يجيب سترايكر، ولكن انا بقول الناس لازم تهدى على مروان شويه، دي وجهه نظري. انا كنت بقول الكلام ده على فكره، يعني ما سمعتنيش وانا بقوله، بس انا قلت الكلام. انا ما سمعتوش فعلا، انا ما قلتش تهدى، انا قلت لازم ندعم كل لعيبه النادي الاهلي اكيد طبعا لغايه لما يقعد 10 سنين، يمشي بكره، يمشي كمان سنتين، بندعم كل اللعيبه. حتى لو احنا لو ما دعمناش اللعيب هو عايز دعم، هندعمه امتى؟ ده حقيقي بالزبط. اي واحد بيلبس تيشرت النادي الاهلي احنا كلنا بنمثله بالزبط. كلنا في ظهره الى ان مش يترك الفرقه، لغايه لما نقول له مع السلامه. لا ده بعد ما يترك الفرقه، خلي بالك كتير قوي بندعمه بعد ما بيسيب الفرقه، الجمهور برده بيدعم اللعيبه موجود. امثله طبعا طبعا. فيعني انا شايف ان الناس لازم تهدى شويه. الغريب بقى، تعالى بس اقول لك حاجه سريعه. قول لي مين اللي جاب الاهداف في الدوري؟ 5 وليد سليمان، رمضان صبحي 4، قفشه 3، حسين الشحات 3. دول يمثلوا كام؟ دول يمثلوا 15 هدف من اجمالي النادي الاهلي جاب 28. طيب بعد كده ازارو 2، علي معلول 2 من ضربات جزاء، احمد الشيخ هدفين، اجاييه هدفين، حمدي فتحي هدف، وعمرو السوليه هدف. طيب 4 6 8، دول 10 25. الاربعه دول ومعاهم جونيور اجاييه جايبين 17 هدف من 25 بنسبه تتفوق اكتر من تلتين. ده دليل على ايه؟ ان هو مش بيلعب على راس حربه خالص. تمام. وليد ازارو جايب جونين، الباقي وليد جايب 5، رمضان 4، شحات 3. فده يوريك ان فكر الراجل بيلعب ككتله واحده، هو ولا بيعتمد على سترايكر ولا بيعتمد على هو بيلعب ككتله واحده. عشان كده اي غياب في الفرقه ما شاء الله لا قوه الا بالله بيعوضه بواحد حافظ نفس الطريقه اللي كان بيلعبها اللي قبله.
صح. في فروقات صغيره في الناحيه المهاريه او الناحيه الفنيه، بس مش الفروقات 50 60%، الفروقات 10% 15%، وهو ده اللي ممشي الفرقه بطريقه مميزه، ان الفرقه عندها سيستم ماشيه عليه وكل اللعيبه ماشيه بنفس الاتجاه. وعشان كده انا طبعا برفع قبعه لمستر فايلر، وفي نفس الوقت بقول للاهلي يا ربنا يكرمنا ونستمر ان شاء الله، بس برضو من وجهه نظري اهم حاجه افريقيا. اكيد اكيد باذن الله باذن الله. نقطه اخيره عشان قولي. ما قول لي خد وقتك. ايمن اشرف، مين اكتر ناس خدت انذارات؟ معدل الانذارات في النادي الاهلي صفر، مش صفر يعني، ايمن اشرف واخد 3 انذارات، متولي كارت، محمد مجدي انذار، محمد هاني انذار، اليو ديانج انذار. انت كده بتتكلم 7 انذارات في 9 مباريات. صح ما شاء الله ما شاء الله. طب ده يدل على ايه؟ ده يدل على ان الاهلي بيضغط ثلاثي ورباعي في انحاء الملعب، وبيقل من كل ما تقلل المساحات تعرف تقطع وبتسترد الكره في اقل وقت، انما لو في مساحات كبيره غصب عنك انت واحد على واحد لازم اعمل فاول عشان اخد انذار. صح جميل. انما طول ما انا كومباكت او بلعب بضغط بثلاثه او بضغط باربعه في اي حته في الملعب، ده يوريك ان الانذارات معدلها اقل او انت مستحوذ اكتر لا، وبرده حتى لما بتقطع الكوره بتقطعها في اقل وقت. هدف امبارح بتاع اليو ديانج اللي قطع الكوره من نص الملعب وعمل باص لقفشه، قفشه راح حطها، ده دليل ان انت بتقدر تقطع في اقل وقت ممكن، وده يوريك ان الضغط مع الراجل ده ايجابي جدا جدا جدا، ومؤثر علينا بالايجاب في الانذارات اللي علينا. تمام تمام. برضو الناس اللي قالوا التشكيل ومش التشكيل، في ناس قالت بس ده التشكيل اللي انهى بيه فايلر مباراه بلاتينيوم. بس ما كانش بيلعب بثلاثه اربعه ثلاثه، يعني كان بيلعب ساعتها بمين؟ نزل لعب بفتحي، كان فتحي طرف، ولعب بياسر وسوري بمحمود متولي ورامي ربيعه، وطلع واحد قدامه ما كانش مش فاكر ايمن اشرف باين كان موجود، معلول اللي كان بيلعب فوق، معلول كان بيلعب فوق بس ايمن اشرف راح باك ليفت ولعب اربعه بالعرض برضو، احمد فتحي ومتولي وربيعه وايمن اشرف. يعني هو ما لعبش بثلاثه. طب هو ليه الثلاثه كانوا باينين قوي في خط الدوري امبارح؟ باين قوي. تمام باين قوي كمان، وكان في جاب كبير بين الثلاثه وبين خط وبين نص الملعب بين السوليه واليو ديانج، كان في جاب كبير جدا، لان انت غالبا لما بتلعب اربعه بيبقى واحد قدامه واحد او واحد بالعرض قدامه واحد واقف بورب، انما الثلاثه امبارح كانوا نازلين لتحت، احمد فتحي واقف هنا، ربيعه هنا، متولي هنا. لا انا لازم لما والاثنين اللي في نص الملعب كانوا بعاد، فكان في جاب في نص ورا الاثنين الديفندر، فعشان كده هي دي اللي عملت علينا مشكله. اول ما عدلناها في الشوط الثاني اللعب سهل وابتدينا نقطع اكتر وبنوصل اكتر، ودي وجهه نظري في الاول وفي الاخر، وممكن يكون بيجرب كده لانه يحتاج الكلام ده في بعض مباريات افريقيا بره، انه يلعب بثلاثه سرد باكات بالعرض، بس مش هتبقى اللعب كده، هيبقى اللعب كومباكت، مش هتفتح الملعب، يعني مش هتلعب في 65 70 متر، لا انت هتلعب بقى في 30 40 متر، ويبقى بثلاثه قدامهم اثنين واثنين على الطرف ضامنين لجوه، والثلاثه اللي قدام هم اللي بيهاجموا بس، يبقى دافع بسبعه بثلاثه. دي ممكن اعملها بس يبقى الدفاع كومباكت في 30 35 40 يارده، انما ما اعملهاش في 70 يارده لان انا هلاقي مساحات كبيره قوي في الاطراف وهلاقي مساحات كبيره قوي ورا خط المنتصف. اكيد اكيد انا معاك جدا، اكيد انا معاك جدا. بالرغم من اللي انت بتقوله، لكن حارس مرمى مقصه كان بطل الشوط الاول. هايل هايل كان بطل الشوط الاول ما شاء الله هايل. طب محمود ايه المفارقه اللي في كده؟ شكل النادي الاهلي مش هو؟ لا خلي بالك، لكن كان حارس مرمى مقصه كان بطل الشوط الاول. ما هو مش مفارقه ولا حاجه، الاهلي كل ماتش اي حارس بيلعب قدامه بيبقى بطل، بس خلينا نبقى متفقين على كده. تمام. ان اللي ما يعملش ماتش كويس قدام النادي الاهلي يبقى مش حارس كويس، لان الناس كل الحراس في مصر بتستنى مباريات الاهلي واحتمال الزمالك عشان تظهر بمستوى كويس، عشان تروح حتت كويس. فاعتقد ان محمود حمدي كمان ما كانش بيلعب اخر مباراه، كان بيلعب احمد عادل عبد المنعم او المباراه اللي قبلها، فمحمود حمدي عايز يثبت نفسه مع ميدو هو الوحيد اللي بيلعب. خلي بالك محمود حمدي ما كانش بيلعب خالص السنه اللي فاتت، كان احمد عادل اللي بيلعب، بس من اول ما جه ميدو احمد عادل ما بيلعبش، واللي بيلعب محمود حمدي عشان نقطه واحده، عشان محمود حمدي بيعرف يلعب برجليه كويس، احمد عادل تنقصه هذه الحته، فهو عايز يبتدي الكره من تحت ميدو يعني، فبيلعب محمود حمدي عشان هم المقاصه بتلعب كره من تحت. ده بيبتدوا من تحت كمان، بيلعب ميدو احمد مودي، بيلعب مودي اصلا باك ليفت، بيلعبه سيرد باك، لعيب كويس جدا. بس برضه خلي بالك السن يفرق معاه في 33 سنه، وعشان يبتدي الكره من تحت هتبقى الدنيا صعبه عليه في وقت زي ده. وهفتح الاثنين السيرد باكات
اعتقد الدنيا بتبقى صعبه جدا، وده اللي باين في نتائج المقصه. خلي بالك ان المقصه عنده 7 نقاط من 11 مباراه، وده رقم، او 9 نقاط من 11 مباراه، وده رقم لا يليق بالمقصه تماما. عشان كده مش شايف كره من تحت خالص. لا والله بيلعبوا من تحت، كل المباريات بيلعبوا من تحت. ده في ماتشات خسروها عشان بينقلوا كره من تحت، اتقطعت من مودي، كان اعتقد ماتش سموحه. مع احترامنا طبعا الكبير طبعا لنادي المقصه، لكن شكل المقصه السنه دي عليه علامه استفهام كبيره قوي جدا. يعني انا مش شايف شكل واضح، شكل سيء. بص خلي بالك، اللي تكسبه العبه. انا بقالي 11 ماتش بلعب ب 4-3-2-1، والمشكله الرئيسيه عندي في الاربعه اللي ورا او في السرد باكين تحديدا. عشان كده ابتدى يلعب عاصم سعيد. عاصم سعيد ده كان باك رايت، ابتدى يلعبه سرد باك، ولا امبارح كان بيلعب باك سرد باك. ليه؟ عشان هو في مشكله عنده في قلب الملعب في السرد باكيه، وهم دول اللي عاملين له مشكله كمان. وبتدي الكره من تحت، بدايته للكره من تحت، الكره بتتقطع في نص ملعبه كتير، بتيجي عليه باهداف. عارف هو لو يلعب زي ما بيقولوا كده الكره الطويله، لو بيلعب يسلم على الاطراف بس، انما يبتدي من تحت، دي عندهم مشكله كبيره فيها جدا. وهو ده اللي مش قادر ميدو. انا عندي فرقه امكانياتها كده، ما اقدرش العبها حاجه على مزاجي، ده انا العبها على امكانياتها. ولا انا غلطان؟ يعني المدير فني ما ينفعش الاعب الفرقه بتاعتي على اللي في دماغي. طب ما تاكيس عمل كده يا كابتن. تاكيس عمل كده، بس ايه؟ قعد السنه اللي فاتت قد ايه بقى؟ لحد الدور الاولاني واخر الدور الثاني. لا انا اقصد ايه، كنا حتى لما كان دجله بيخسر كنا بنقول فرقه كويسه. حلو، فرقه كويسه عشان امكانيات اللعيبه. طب مين الامكانيات الاحسن؟ المقصه ولا المقصة. دجله؟ المقصه، بس دجله صح؟ دجله في الناحيه الدفاعيه احسن، وكره اللعيبه من تحت احسن. كان معاهم محمد محمود، كان معاهم محمد هلال، ربنا يشفيه ويعافيه. حتى السنه دي برضه بيخسروا، بس انا قصدي خلي بالك هم الاخير في الدوري. انا قصدي ايه؟ ليهم شكل، يعني ليهم شكل. بتقول في شكل في الفرقه دي. انا قصدي ده اللي انا عايز. لا مش يعني لا شكل، لا شكل ولا مكسب ولا لون. بس انا هقول لك برضه. ايوه انا بقول لك كده. لا لازم. بص يا كابتن ميدو، اتفضل. في اوقات كده انا الدور الثاني، الدور الاولاني لو ما جمعتش نقاط اجمع امتى في الدور الثاني؟ الدور الثاني النقطة بطلوع الدرس زي ما بيقولوا. صح صح عندك حق. يعني زي امبارح الاتحاد والمقاولين مثلا، الاتحاد خسر لكن ايه؟ ماتش نار، مكسر المقاولين. في ماتش انبي والحرس بيتعادلوا 0-0 الاسبوع اللي فات، الفرقتين ضرب ماتش، بص ضرب نار، بس 0-0 في الاخر. انا اللي عايز اقوله كل الفرق اللي مش عايز يكسب دلوقتي مش هيكسب الدور الثاني. عشان كده اعتقد ان دجله من اوائل الفرق المهدده بالهبوط، عكس طنطا مثلا واسوان. مشمولين بطريقه كويسه جدا مع انهم لسه طالعين من تحت، وامكانياتهم ما تجيش نص امكانيات وادي دجله. بالظبط. صح ولا انا غلطان؟ بالظبط. فده اكيد عيب. انا شايف ان ميدو ماشي بيه هو وجوني وتكيس. تمام. الشوط الاول في الزمالك واسوان انتهى 1-0 للزمالك. مصطفى محمد نجم الزمالك احرز هدف في الدقيقه 43 على ما اعتقد. الزمالك يعني بيتقدم للمركز الرابع. لسه طبعا في شوط ثاني، هيجي اسوان هتبقى في مفاجات مع مجد عبد العاطي. الزمالك هيحتفظ بالمركز الرابع، لسه هنشوف ان شاء الله يعني اللقاء هينتهي على ايه. لكن الاهلي بمكسبه التاسع على التوالي، ما شاء الله ما شاء الله، بيزود صعوبات على نفسه ولا صعوبات على الغير؟ لا صعوبات على الغير وعلى نفسه في حاجه واحده، ان انت المباراه هتبقى اشبه بالحروب تكتيكيه. صح. في الملعب وبين الافراد كلاعيبه اللي انت بتواجهها، انما على نفسه خلي بالك انت مش هتقعد طول الطريق تكسب. انت هتيجي وقت وهتيجي تقع، بس هي المشكله لما تقع تقدر تفوق بسرعه وتقوم. الاهلي عايز يوصل للريكورد بتاع 17 مباراه بتاع مستر مانويل جوزيه، 17 مباراه ما اتعادلش، عملها في موسم 2005 2006. فده رقم أكيد مستر فايلر بيدور عليه. هي قصة مش قصة أرقام، ولكن أكيد هو عايز يعمل كده. هيقعد ماشي كده، بس هيجي يقع، أكيد هيقع. المشكلة في إيه بقى؟ أنت حطيت نفسك ضغط إن أنت لازم تكسب كل مباريات في الدوري خاصة. أنت خلاص ما عندكش حاجة، أنت نسيت كلمة تعادل أو خسارة. ما شاء الله ما شاء الله. نسيتهم اللعيبة، نسيتهم وجمهورك نسيهم. فأنت تفكير اللعيب 90% انا انزل اكسب، ودي مش في الكوره. يعني لحد دلوقتي احنا ما تاخرناش بهدف ورجعنا تعادلنا وكسبنا. دي نقطه ما اتحطناش في ضغط تحتيها، ولا انا غلطان؟ كل المباريات احنا ليدنج. حتى الجون اللي دخل فينا كان ماتش اسوان كسبانين 5-1، ده الجون الوحيد اللي دخل فينا في التسع مباريات. ف
انت ما اتحطتش تحت ضغط ابدا ان انت تبقى خسران واحد وبعدين تدور على التعادل وتدور على المكسب. فدي لسه طبعا دي شخصيه بطل والنادي الاهلي بطل، ولكن الحاجات دي هتعدي علينا، ولما تعدي علينا هتزود الضغوط اكتر، وفوزنا 9 مباريات ورا بعض بيزود الضغوط على اللعيبه وعلى المدير الفني. خلي بالك الضغط في حد ذاته ان انت عايز تجيب جون ده ضغط كبير جدا. طبعا. جدا. طبعا. ان انت عايز تجيب جون وعايز تجيب الثاني وعايز تجيب الثالث وعايز تلعب وعايز يبقى شكلك ما شاء الله. الاهلي بقى ليه طبعا سيستم ثابت، سيستم ثابت. انا يعني مش هخفي سر ان الاهلي بيطلع كسبان 2-0 الشوط الاولاني، اللعيبه تقول لبعضها احنا لسه 0-0. انزلوا احنا خسرانين 1-0 عشان نجيب الثاني والثالث، وانت لعبت وعارف. صح. فيعني عادي جدا ان ايه يعني جبنا جو 2 وبتاع، احنا بننزل نمتع يعني، تبقى عايز تجيب الثالث والرابع عكس فرق ثانيه بتجيب جون وترجع تقف وتقفل وخايفه على 3 نقاط ومش عارف ايه. فدي طبعا بتفرق شخصيه البطل عن اي فرقه ثانيه. وانا يعني في 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 القصه دي اي نادي في الدنيا ليه شخصيه وليه كاريزما. النادي الاهلي اكيد ليه شخصيه وكاريزما عالميه، مش مصريه بس. فاعتقد ان دي من اهم شخصيات، من اهم الكاريزما اللي في النادي الاهلي، انه ما يفرقش معاه كسبان 1 كسبان 2 وعايز على طول يهدف، ودي بتدي ضغط على اللعيبه على طول بره يعني. اكيد مباراه مصر يوم الاحد، النادي مصر يوم الاحد اللي جاي مباراه برده مش سهله خالص خالص. معاهم مدير فني كويس جدا عبد الناصر، كابتن عبد الناصر. كابتن عبد الناصر بياخد من المباريات اللي هو عايزه، اعتقد انه عمل نتائج كويسه جدا، تعادل مع الزمالك، وتعادل مع خسر من بيراميدز 2-1 بالعافيه، تعادل مع الاسماعيلي، قدر يكسب مباريات زي المقصه. فاعتقد لا هو يعني لا المقصه كسبته 2-1 سوري. هو يعني عامل انت لما تيجي تبص في الجدول هو كان اعتقد الرقم 11 ب 11 نقطة وده رقم كويس جدا. الجدول اقول لك يعني معايا اشوف لو الجدول معاك، اعتقد ان هو ال 11. الجدول مصر ال 12. ال 12 ب 11 نقطة زي ما انا بقول. لسه النتائج بتاعة المباراتين دول لسه متلخبطين، بس انا بقول لك يعني في العموم الراجل عامل موسم كويس، عنده 2 لعيبة مهمين جدا جدا. الطرف الشمال اعتقد انه هيبقى خناقة الأندية كلها، اسمه مصطفى بس مش فاكر مصطفى ايه. بيعرف يجيب جون وبيعرف يقفل كويس قوي. وعنده حارس مرمى، انا بقول للناس خلي بالكم من حارس مرمى اف سي مصر وليد توفيق، ان شاء الله هيبقى حارس من الحراس اللي متواجدين في الدوري المصري بصوره كويسه جدا. واللي انا عارفه ومتاكد منه ان فرقه الاسماعيلي بعتت له فاكس، بس طبعا اف سي مصر مش راضيه تسيبه يعني. بس هو حارس جاي جدا جدا، المباراه مش هتبقى سهله. اوعى حد يستسهل مباراه اف سي مصر، لان الاهلي خلي بالك دي اول مباراه ليهم في تاريخهم ضد النادي الاهلي. بالظبط. فهتتحسب لهم اي نتيجه ايجابيه ليهم إن شاء الله. هتبقى حاجه في مصلحتهم أكيد. فاعتقد انها هتبقى مباراه صعبه شويه اكيد. لما احنا بنتكلم كده ونخلي بالنا والمباراه فعلا صعبه، طب عبد الناصر محمد او كابتن عبد الناصر محمد طبعا مع الاحتفاظ بالالقاب بيكلم فرقته في ايه؟ بيكلم فرقته يعني فيه. احنا بنتكلم كده واحنا الاهلي تمام، الفرقه اللي بتلعبها بقى المنافس بتاعك اهم حاجه ايا كان اسمه. بص لو حطيتك في الظروف دي، انا كمدير فني بلاعب النادي الاهلي او الزمالك، وبلاش الزمالك خلينا في الاهلي، انا لو حطيت ضغط على لاعبتي يبقى انا غلطان اكيد. انا اقول لهم انزلوا استمتعوا، لعبوا كوره، ده ماتش النادي الاهلي، صيطوا نفسيكوا، هاتوا طلعوا اللي عندكوا، اللي عايز يروح النادي الاهلي، اللي عايز يروح النادي الفلاني. لازم دلوقتي لو ما اظهرتش نفسك قدام فرقه كبيره زي النادي الاهلي بشخصيتك بطريقتك بمهارتك هتظهر امتى؟ ما يقدرش احط عليهم ضغوط. هو كل اللي يقدر يعمله ايه؟ يقول لهم بص انا طريقه اللعب بتاعتي 1+1=2، اللي انت عايز 1 2 3 4، وانزلوا متعوا نفسيكم عشان يقلل من عليهم الضغوط. انما لو عمل اي حاجه غير كده اعتقد ان دي بتخلي اللعيبه كل ما الضغط زاد كل ما التركيز قل. فانا اعتقد ان كابتن عبد الناصر عنده من الحنكه التدريبيه ان هو يقل الضغوط من على فرقته. جاي من فوز كمان على نادي طنطا طبعا، وفوز مهم جدا كمان، فريق فوز مهم جدا 2-1 في ملعبه. فيعني اعتقد نتيجه مهمه وكبيره جدا لفرقه اف سي مصر، وهي اللي حطاهم في المكانه دي. عشان كده انا بقول لك لا اعتقد انه هيقلل الضغوط على فرقته بصوره كبيره يعني. تمام.
تعال نناقش معاك نتائج بسرعه كده، ولو فضل. عندك تعليقات. احنا قلنا دي مصر وطنطا خلاص انتهى بالمكسب نادي مصر 2-1، الجونه والانتاج الحربي انتهى بالتعادل السلبي 0-0. مباراه على فكره انا شفتها كانت كويسه جدا. عامر برضو والغرباوي الاثنين عملوا دور هايل في المباراه. خلي بالك الاثنين كان في هجمات خطره من الفرقتين بطريقه كبيره، ولكن الاثنين حراس اثروا في النتيجه بالايجاب، وعلى العكس الاسترايكرز كانوا وحشين جدا جدا. ده في واحده انفراد راس براس من نص الملعب ساب الدنيا كلها وحطها في رجليه وهو واقف في الارض. فيعني اعتقد النتيجه ايجابيه للفرقتين، مش وحشه. تمام. وان كانت سلبيه للانتاج شويه لانه بينافس على المركز الثالث والرابع. تمام. الاتحاد والمقاولين خلص. الاتحاد والمقاولين ثلاث نقاط. اعتقد كابتن عماد النحاس طلع بعد المباراه وقال كلمه شافيه، قال لك احنا كسبنا المباراه ولكن ما نستحقش. الاتحاد كان احسن مننا واتظلموا في هدف، واحنا كسبنا المباراه. اهم حاجه ان احنا خدنا الثلاث نقاط، انما احنا في ارض الملعب ما كناش كويسين. فهو كلمته بتدل على سير المباراه عامه، وطبعا بالتوفيق لكابتن عماد، نتمنى انه يلعب افريقيا السنه الجايه تبقى حاجه مميزه ليه جدا وخبرات. بس قال كلمه كمان مهمه جدا، قال ان مش عارف كان مين اللي بيساله بيقول له التوفيق، قال له التوفيق ما بيجيش لحد كسلان، ما بيجيش لحد ما بيشتغلش. بالظبط. قال التوفيق بيجي للناس اللي بتتعب. اي حد بيتعب ربنا هيبعت له التوفيق، امتى وفين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. الحظ جزء كبير منه توفيق. ما بيجيش غير اللي بيتعب بس. صح. تمام. المقصه والاهلي خلاص اتكلمنا عليه، الاسماعيلي وانبي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. يمكن حصل مشادات غريبه في المباراه دي، وكابتن سعفان الصغير اتطرد وضرب جزاء غير صحيحه لإنبي. بالامانه الماتش كان 1-0 للاسماعيلي. هكلمك على التحكيم في نهايه الكلام. 1-0 للاسماعيلي وضرب الجزاء من وجهه نظري غير صحيحه كابتن سعفان. بس انا عايز اقول حاجه، يعني طب لما احنا في الدوري وفرقه زي الاسماعيلي وبننزل نتخانق مع الحكام ونطرد ومنظرنا وحش يا جماعه. الدوري الانجليزي والدوري الاسباني الناس بتعترض، بس ما حدش بيعمل اللي بيحصل ده، ينزل ويتخانق مع الحكم وهيضربه ويطرده ويجيب الامن وتقعد خناقه 10 دقائق في الملعب. يعني في 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 اوفر رياكتنج يعني. فلازم نهدى شويه. كابتن سعفان عنده من الخبرات ان هو يهدى شويه. المباراه في الملعب كانت مباراه ممتعه. كابتن حلمي طولان ماشي بنفس الخطه اللي ماشي بيها، ماشي بطريقه هايله مع انبي. يعني فاكر انا فاكر في اول الدوري كنت انا وانت قاعدين مع بعض قلنا لا كده كتير على انبي، وخمس مباريات كتير قوي. فكابتن حلمي من ساعه ما جه ما شاء الله ماشي بطريقه مميزه جدا مع الاسماعيلي. اعتقد الاسماعيلي كان يستحق يكسب، ولكن انبي قدر يفوز بنقطه في ملعب الاسماعيليه. تمام. الحرس وبيراميدز مفاجاه النهارده. الحرس كان المفروض كمان جون تاني. لا عايز اقول لك حاجه، الحرس يكسب 2 مستريح. بالظبط. جون ما اتحسبش جون. طب اكيد. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل في بيراميدز ان اللعيبه بعد ما كانت كلها فكرها فكر واحد ان هي تحفر توصل لبطوله، دلوقتي معظم اللعيبه عايز يروح اهلي وزمالك. الاول كانوا فرق قافله على بعضها عايزه تنافس على البطوله، دلوقتي مش ده هدفهم. هدفهم كل لعيب انا عايز اروح في حته، انا فلان الفلاني عايز اروح في حته، وفي لعيبه مضت، في لعيبه هتمضي قريب، ويعني من غير ما اذكر اسامي في لعيبه هتمضي في الاهلي وفي لعيبه هتمضي في الزمالك، لا وفي لعيبه مضت في الزمالك اوريدي، ولكن في لعيبه هتمضي من دلوقتي ان شاء الله لشهر 6 اللي جاي في النادي الاهلي. فالفرقه بقت مفككه الى حد ما. الراجل المدير الفني الجديد لسه ما نقدرش نحكم عليه، ده تاني ماتش يلعبه، ما تقدرش تحكم عليه مع انه مدرب كبير ومدرب كان ماسك منتخب كرواتيا ومدرب عالمي جدا. بالظبط. والجهاز المعاون كله جهاز عالمي، ولكن اعتقد كابتن طارق العاشري قدر ياخد من المباراه اللي هو عايزها، يلعب دفاع كومباكت ويلعب على الهجمه المرتده، واعتقد انه جاب جون والتاني وكان يستطيع انه يكسب اكتر من كده. شابوه طبعا لكابتن طارق العاشري، نتيجه مفاجاه ولكن كله في مصلحتنا. اكيد الحرس بقى في المركز التاسع ما شاء الله ورصيد 14 نقطه، لكن الدنيا قريبه جدا. اخر مباراه الزمالك لسه بيلعب، الحرس الحدود وبيراميدز احنا قلنا خلاص. المصري وسموحه انتهى في الثانيه الاخيره بهدف قاتل للنادي المصري. عايز اقول لحضرتك اتفضل. كابتن حسام حسن ما كسبش كابتن ايهاب جلال. شوف من ساعه ما كابتن ايهاب ابتدى يدرب كابتن حسام حسن ما كسبوش. اول مره دي؟ دي اول مره على الاطلاق. على طول كابتن ايهاب جلال بيكسبه او بيتعادل معاه، اذا كان في اسكندريه، اذا كان في الماكس او في برج العرب، او حتى هنا في استاد الاسماعيليه، على طول كابتن ايهاب جلال بيكسبه. فتعتبر دي اول مباراه لكابتن حسام حسن انه يكسبه. مباراه كانت حلوه جدا على فكره، بس سموحه كانت خسرانه 1 وهي الاحسن، وكانت بتضيع اكتر. ضربه
ضربه جزاء صحيحه اتحسب منها جه منها الهدف الاولاني. اعتقد الهدف الثاني للمصري كان الهدف الثاني كان للمصري، المصري اللي كسب 2-1. ما انت اللي لخبطت مش انا. انا قلت لك عمرك ايهاب جلال، عمر كابتن حسام ما كسب ايهاب جلال، عشان كده انا مستغرب. بقول لك ما تكسبوش برضه من النهارده. لا لا المقاس ايوه ماشي. انا عمال اقول اصل سموحه لا لا انت اللي لخبطتنا. طب ما كسبوش خالص كده. اه ما كسبوش خالص خالص. على طول كابتن ايهاب مرزق على كابتن حسام حسن ويكسب في الدقيقه 90، دي حاجه يعني وادي اعتقد اللي جاب الهدف. كان سموحه هو اللي كسبان. لا وكان احسن. كان هو كسبان 1-0 كان ممكن يجيب الثاني وفي اول الشوط الثاني كمان، بس بقى انت عارف الكره انت فاهم. في حاجه مش مظبوطه في سموحه؟ نتائجهم مش عارف مالها السنه دي كده. لا مش مظبوطه يعني. هو بس جوده اللعيبه مش هي. حسام حسن عنده طموح كبير كان السنه دي ان هو يكون يعني في المراكز، حتى لو هو في المركز الرابع دلوقتي مؤقتا قبل ما الزمالك يطلع المركز الرابع، لكن كان عايز هو يبقى في الاول والثاني. بص هو كابتن حسام بيعرف يلم نقاط من المدربين اللي بتعرف تلعب. زمانه زعلان جدا على زمانه بيعمل عامل مصيبه وعمال يخبط في الحيط. والمصري بس برضه يعني لما تكسب في اخر ثانيه انت عارف دفعه قويه، نقاط كمان انت بتكسب مش بتتعادل. طيب في حاجه هنا ايجابيه لاداره نادي المصري، اول 6 مباريات كان كابتن ايهاب جلال مجمع 4 نقاط والناس كلها كانت بتتكلم على الاقاله. طلع رئيس نادي المصري وقال لك كابتن ايهاب مكمل معانا، واعتقد انه دلوقتي نتائجه مش وحشه وماشي بطريقه مميزه. اعتقد ان هو ال 13 ال11 فماشي بطريقه مميزه جدا، واعتقد ان كابتن ايهاب واحده واحده هيخش لان الكونفدراليه مأثره عليه طبعا بالسلب. هيلاقوا احسن من كابتن ايهاب؟ لا مش هيلاقوا، مش هيلاقوا بصراحه. دي حقيقه، مدرب كويس جدا جدا. طيب دي النتائج لغايه لما نشوف مباراه الزمالك واسوان، نشوف لسه يعني في الدقيقه 50 اخر حاجه ممكن نتكلم فيها الاهلي الافريقي، شكل الاهلي الافريقي خصوصا بعد ما المجموعه بقت مولعه كومبليكيتد شويه. طيب الاهلي الافريقي ما يختلفش عن الاهلي المحلي الا في الخبرات. الراجل في المباريات الافريقيه بيلعب الخبرات، وليكن احمد فتحي وليد سليمان ما بيستغناش عنهم، عكس في الدوري ممكن يستغنى عنهم بسهوله. فهو في الدوري بيلعب الخبرات، ما بيفتيش زي ما بيقولوا، بيلعب السهل. اعتقد المباراه اللي جايه زي ما بيقولوا كده ايه هي المحور اللي هندور حواليه. لازم بامر الله سبحانه وتعالى تكسب بلاتينم في زيمبابوي، لازم. لان لو كسبتها وجيت كسبت النجم الساحلي انت صعدت ب 12 نقطه خلاص. الا لا قدر الله في نقطه سلبيه، لو كل الفرق لو الهلال والنجم والاهلي كسبوا بلاتينم نتائجها تتحذف. ويبقى نتائجها تتحسب بمعنى ان الاهلي يرجع 6 نقاط. في الحاله دي هيبقى اللعب بين الثلاثه على الاهداف، لان كله كسبان كله في ارضه، فهتبقى مشكلتك هي كده ان انت لازم ماتش الهلال تروح تاخد نقطه على الاقل من هناك عشان تصعد وتضمن الصعود. فهي المكسب كله تكسب بلاتينم بره ان شاء الله وتكسب النجم هنا، اعتقد ان انت صعدت ان شاء الله. وانت كاهلي هل المستوى اللي بيقدمه النادي الاهلي في مباراة الهلال انت ما شاء الله يعني كنت ليدنج المباراة كلها وجيت في الاخر اتخطفت بجول. بلاتينيوم ممكن تكسب كتير برضو، الدنيا كانت صعبت شويه عشان الاصابات واللي حصل والكلام ده كله، لكن شكل الاهلي يكسب بره ان شاء الله يعني. ان شاء الله الهلال بره يكسب بلاتينيوم بره ان شاء الله ان شاء الله. واحنا كنا نكسب النجم الساحلي بره لولا يعني الحمد لله على كل. اقول الهلال لسه كسبان، الهلال لسه كسبان وعنده 1-0 فلولا الحكم منه لله بقى ربنا يسامحه كان زماننا كسبانين الماتش، او على الاقل خرجنا بنقطه التعادل كانت فرقت معانا جدا كتير. دلوقتي وركبنا المجموعه بالزبط. بس فيعني انما ان شاء الله ان شاء الله اعتقد ان احنا هنخرج من المجموعه دي على خير ان شاء الله. والهلال كان موفق بدرجه مش طبيعيه، هنخرج يعني هنصعد احسن الناس تفتكر. لا انا قصدي هنخرج يعني هنصعد. الهلال كان حظ كابتن حماده بقى واحمد عبد الفتاح، حظ البدايات حلوه. كانت يعني طبعا التوفيق في البدايه كان مهم جدا للكابتن حماده والكابتن احمد عبد الفتاح، كان احنا كمصريين كنا بنشجعهم طبعاً. لكن الشكل العام ان هم يعني كويس ان هم طلعوا بالنتيجه دي جدا جدا. بص المباراه برضو اللي اتفرج عليها النجم الساحلي ما عملش حاجه، النجم الساحلي كان بيعتمد على حاجه واحده يجي له فاولات او كرانر ويلعب الكور اللي هي بيلعب على الايه على الكور الثابته، انما في الملعب والله ما راحش بواحد، ده الهلال راح باكتر منه بكتير. الشوط الاولاني كمان وهم متعادلين 0-0 الهلال كان بيروح اكتر. فهو بصراحه انا شايف ان النجم من اقل الفرق الموجوده في افريقيا السنه دي. هو حتى ماتشك معاه يعني هو ما راحش عليك خالص، هي واحده والثانيه بره وانت مضيع بقى بالظبط.
بالظبط بالظبط. الدوري السنه دي شكله اقوى ولا اقل؟ لا اقل طبعا. اقل طبعا. كلمه واحده اقل طبعا. الاهلي في حته وبقيه الفرق كلها في حته ثانيه. طب ما حلو. ماشي حلو لينا بس يعني يعني شايف يعني انا اسف اتمتعنا السنه اللي فاتت قد ايه؟ المتعه بتاعت السنه اللي فاتت ودوري السنه اللي فاتت قد ايه؟ لما كنا فين وتك تك 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 بتكسب كل اللي جاي في وشك عشان تركب الدوري وتاخد الدوري من زي ما بيقولوا من بق مش بلاش الاسف من بق المنافس تاخد الدوري منه كان متعته عامل ازاي؟ اعتقد انه امتع من امتع الدوريات هو دوري 13 نقطة بتاع سنة 96 دول امتع اثنين دوري انا شفتهم في حياتي بصراحة. هو الناس يا كابتن احمد واكيد طبعا انت عارف الناس صدقت نفسها ان انت تحت وانت كان عندك 900 ماتش مؤجل. ست ماتشات مؤجلة ب 18 نقطة وهم قعدوا يقول لك الاهلي في المنطقة الدافئة، الاهلي مش عارف الاهلي في الاخير مش عارف لو هفك الشو اطلع لي فوق، اديني طلعت فوق وركبتك ودلدلت عليك واخدت منك الدوري كمان. الموضوع كان صعب جدا يعني انت كنت ليك ماتشات مؤجله والفرق اللي فوق بصها لك تحت وانت بص لفوق. بس انت ما بصش غير على السلم بتاعك. اللي بص لفوق اللي يبص يبص، احنا بنبص على السلم بتاعنا، نطلع خطوه بخطوه ما لناش دعوه. اللي بيبص تحته هيقع. اللي بيبص فوق مكمل. دي اكيد. دي اكيد. لكن خلينا احنا بردانين في القمه كده. خلينا الدنيا ساقعه حلوه فوق. حلو جدا جدا جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يبارك لك يا ميدو. ربنا يعزك ونورت وشرفت كالعاده متالق. ربنا يبارك فيك. يعني الوقت كان نفسنا يبقى اطول من كده لكن ربنا يكرمك. تسلم يا حبيبي. ربنا يعزك. نور الدنيا وشكرا جدا جدا وربنا يبارك فيك وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده على النادي الاهلي ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. دي كانت فقرتنا الثانيه مع النجم الكبير الكابتن احمد فوزي نجم الاهلي السابق. بعد الفاصل هيكون معاكم ايهاب الخطيب ومحمد سعيد. ان شاء الله استنوهم وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله الاهلي فوق الجميع ونفرح كلنا باذن الله بالدوري وافريقيا. شكرا جزيلا لحضراتكم ومع الف سلامه. اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير والفقرة الحوارية الثانية والاخيرة من برنامج الاهلي الليلة وفقرة مهمة جدا اللي بالتاكيد بينورنا وبيشرفنا كل يوم خميس الناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الوطن الاستاذ ايهاب الخطيب. استاذ ايهاب اهلا بيك منور الدنيا وسعيد ان انا النهارده موجود معاك. اهلا بيك يا استاذ محمد وانت محمد سعيد فانت كده كده سعيد. ازيك انا اللي سعيد اللي موجود معاك يا محمد وان شاء الله تكون حلقه سعيده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا هنتكلم النهارده في قضايا وموضوعات مهمه جدا ودايما كده لما بيكون معانا الزميل العزيز والكاتب الصحفي الاستاذ ايهاب الخطيب بنتكلم في موضوعات مهمه وبنتكلم في كواليس واسرار وبالتاكيد هو مطلع وعنده تفاصيل كتيره في كل الموضوعات الرياضيه الحاليه حتى سواء المطروحه على الساحه الرياضيه فيما هو متعلق بالاهلي بشكل مباشر او حتى فيما متعلق بالكره المصريه ولو حتى مع الاهلي بشكل غير مباشر. اولا ابدا الكلام معاه بالحديث عن مباراه مصر المقاصه والاهلي واللي الاهلي فاز فيها وحقق 3 نقاط مهمه جدا في مشوار الدوري العام. شفت المباراه ازاي والمستوى الفني لفريق النادي الاهلي وخبرات فايلر اللي وضحت بشكل كبير خلاص بقى في الكره المصريه حتى لو بيبدا المباراه التشكيل وبيعيد الهيكله والتغيير في التشكيل الثاني، شايف المرحله اللي وصلها الاهلي مع فايلر في الدوري العام ازاي؟ بص محمد مباراه صعبه جدا، تلاحم المباريات عامل ازمه وانا شايف ان تلاحم المباريات ده الاهلي متغلب عليه بشكل كبير في المسابقه المحليه، لكن وجهه نظري انه على الامد البعيد هيعمل ازمه كبيره في البطوله الافريقيه. يعمل أزمة كبيرة يعني لسه هندخل بقى معاك في شهر يناير وتلاحم المباريات وحسم أفريقيا الموضوع هيبقى صعب جدا لأن أنت تقريبا كل 4 أيام هتلعب ماتش وفي أيام 3 أيام على مدار الشهر بقى في ضغط فده ضغط كبير. بعيدا عن ده أن فايلر عنده مشكلة كبيرة جدا في الإصابات طبعا قدر الله ما شاء فعل في إصابات اللعيبة وآخرهم سعد سمير اللي بنتمنى له الشفاء العاجل بعد إجراء الجراحة وسعد ده نقعد نتكلم عليه حلقه سواء من رجولته جدعنته وفائه حبه للنادي روحه الخفيفه نتكلم فيه للصبح. لكن المواقف الصعبه بتخلي المدير الفني يظهر بالشكل الكبير. تختلف تتفق مع فايلر، فايلر في النهايه بيحقق التارجت المطلوب منه، بيحقق الهدف اللي هو نازل يلعب عشانه المباراه. في مباراه المقاصه ممكن انا اختلف معاه في بدايته للتشكيل، انا حسيت ان التشكيله اتظبطت لما نزل وليد سليمان وجيرالدو يعني الملعب اتظبط اكتر اتعدل شويه اتعدل يعني
طب هل ممكن كان يبدا بده؟ كان ممكن، لكن في الاخر طالما حقق المطلوب والمستهدف منه هو اللي شايف صح، وهو فانت ممكن تختلف معاه وتتفق معاه، لكن في الاخر في اصعب الظروف في اي تشكيل ممكن يتمثل ان هو بينتقد فيه، ان هو لاعب ليه فتحي ناحيه شمال، طيب معلول ليه بيلعب هافلت، والناس نسيت ان معلول لما تعاقد معاه النادي الاهلي كان هاف ليفت منتخب تونس، يعني هو ما تمش تطوير ادائه وان لعب في الظهير غير في الاهلي، هو جاي لك هاف ليفت لكن لعب الحته دي في النادي الاهلي، فالناس بقى بقت بتتكلم على دلوقتي ده هو باك ليفت، طب انت حاطه قدام، طب ده هو بيلعبش، لا بالعكس ده هو بيلعب دي وادى دي بشكل كويس، كونه ان بيجيد مركز اخر وبيلعب ناحيه الشمال وبيخليك حاسس ان الجبهه دي هو شغال فيها بهذا الاداء، واخد الخط من الدفاع للهجوم يحسب له. ولما يبقى عندك لعيب بقدره، لكن لما يبقى في غيابات وانت عايز توظف بعض اللعيبه في مكان، الناس يقول لك طب قفشه طلع ليه؟ طب ما انت عندك ضغط مباريات، انت خلاص ضمنت نتيجه مباراه فابتديت تغير وعايز تريح لعيبه، وبالتالي المباريات اللي جايه هيبقى في بعض الامور في التشكيل من وجهه رقم من وجهه نظر المدير الفني شايفها وبيتراءى له انه ده الانسب وفقا للمباراه علشان يحقق نتيجه معينه، وضغط المباريات الجاي اكتر هيضع ضغوط كبيره جدا على فايلر في المباريات المقبله. طيب بس علي معلول لو تتابعه في المنتخب التونسي حتى بخلاف النادي الاهلي بقى له فتره بيلعب باك ليفت، بس انت بتتكلم على عملها نبيل معلول بعد ما لعب في النادي الاهلي. نبيل معلول اول واحد رجعه باك ليفت، رجعه باك ليفت في المنتخب. أيوة. بعد ما كان محللهم ازمه هناك برضه، يعني من كتر ما اجت فيها الاول قبل ما يجي النادي الاهلي كان بيلعب هاف ليفت مع الصفاقسي ومع المنتخب التونسي، رجع لعب، واللي وظفه في الحته دي الكابتن حسام البدري على فكره. وفي الاول اول كام ماتش كان بيقول لك ما عندوش الحته الدفاعيه، ما عندوش الحته الدفاعيه، هو متميز هجوميا وظهر بشكل كويس، فادى الاثنين، فبالتالي النهارده هو بيلعب قدام بيلعب ورا بيلعب بشكل جيد، لكن في النهايه انا بقول لك طالما المدير الفني وظف لعيبته بالشكل اللي من وجهه نظره شايفهم الامثل، حتى لو اختلفنا معاه في لاعب او اثنين، اللاعب ده بيلعب في المركز ده ولا لا، طب انه كان الاحسن، طب ده كان يبقى جوه كان يبقى بره، لا التغييرات كانت ممتازه جدا. طب هل من الاجدى هو؟ طب ده دليل ان هو عارف ظبطه الملعب. طب ليه لعب بالتشكيله دي؟ اكيد كان في دماغه في حاجه ربما فنيا ما حصلتش في الشوط الاول، ما تنفذتش بالشكل اللي كان عايزه بالظبط. ولو كان في توفيق في الشوط الاول والاهلي كان كسب في الشوط الاول الكلام برده كان هيتغير، كان يقول لك ده بص عمل اللي كذا وكذا وكذا، في الاخر النتيجه اللي بتخليك تحكم على التشكيل او الرؤيه الفنيه. طيب نقطة مهمة جدا قالها فايلر بعد المباراة، قال دايما بتكلم مع اللعيبة اللي انا ما عنديش حاجة اسمها لعيب اساسي ولعيب احتياطي، وحتى كلام اللعيبة بعد المباراة بيأكد كل التفاصيل الفنية اللي بتتقال في المحاضرة قبل بداية المباراة. وراح لجزئية مهمة جدا لما اتسأل على حسام عاشور، وقال ان حسام عاشور بالنسبة لي ان البعض وصف مشاركة عاشور، ودي الحاجات اللي بتزعلنا بقى مبكرا قوي، ان بيتم وصف احد اللاعبين الكبار وكباتن النادي الاهلي في السنوات الاخيرة ان هو ممكن لما بيشارك بيشارك للتكريم. الراجل قال لا خالص اطلاقا، عاشور ليه دور معايا كمدرب على الدكة، ليه دور معايا في غرفة الملابس ككابتن للفريق، وليه دور معايا ايجابي جدا في الملعب لما بينزل ينفذ تكتيك معين انا عايز اعمله. طب ارجع للماتش اللي قبله، هو مين نزل للتغييرة اللي كانت للتكريم؟ محمود متولي مثلا. يبقى يعني بص هو الراجل بيرد على نفسه، ونزله ليه؟ عارف ان الفتره الجايه هيحتاج يوظفه، برضه نزل عاشور وهفكرك لان الفتره اللي جايه هيحتاج يوظفه خوفا من الاصابات في وسط الملعب، خوفا من الاجهاد في حته معينه، فعايز تبقى رجليه في الملعب. الراجل ده عارف هو بيعمل ايه وبيوظف اللعيبه بالشكل اللي هو عايزها. ولما نزل برضه تغييره محمود متولي الناس كلها قالت ازاي ليه وليه دلوقتي وانت واحد وهتقفل، طب ايه الموضوع؟ عايز يديه عشان الماتش الجاي، الماتش اللي بعده بقى فيه بقى أساسي. موجود اساسي. طيب نزول حسام عاشور هل الماتش الجاي بس؟ لا، هو في حاجه في دماغ الراجل خلاص مش عايز مفاجات تاني، الراجل ابتدى محمد يحط اساسيات عنده. طب مين بيلعب؟ طب مين ما بيلعبش؟ طيب هو ربما يكون الروتيشن اتفرض عليه اجباري، لكن هو بيستخدمه صح، هو بيتعامل صح، بيستخدمه صح طبعا، دي نقطه مهمه جدا طبعا، رغم انه روتيشن اجباري، رغم ان هو في الاول حب يثبت التشكيل شويه. والنهارده برضه عشان نبقى احنا واضحين يا محمد، لما تيجي النهارده انت بتتعامل مع 18 لعيب، 18 لعيب اشتغلت عليهم 5-6 ماتشات، شفت امكانياتهم، ابتديت تطلع من كل واحد افضل ما عنده، التطور في رمضان معلول يفوق، جيرالدو بتغير وجهه النظر وبتلعبه بالاداء، بتحاول تطلع افضل ما في وليد ازارو، بتدي لمروان محسن، هتدي لصلاح محسن، بتلعب احمد فتحي وبتلعب محمد هاني ومفوق الفرقه كلها. لما يحصل لك 6-7 اصابات في قلب ال 18 اللي انت بتعتمد عليهم، لما بتدخل بدلهم 6-7 لعيبه تانية، انت برضه ما زلت لسه بتشوفهم في قدراتهم وفي امكانياتهم في الملعب،
ومفيش لاعب هيثبت مع فايلر في الفتره الجايه. فايلر هيبدا يغير ويبدا يركز ويبدا يشوف مين اللي يبدا يعتمد عليه. ضغط المباريات شديد جدا، التغييرات داخل وظائف اللعيبه في الملعب والتشكيل هتبقى موجوده الفتره الجايه، لكن في الاخر الراجل عنده تارجت ما بيتنزلش عنه، الفوز والمكسب والاداء الهجومي. يعني كل ده وانت بتقول اصلي كل المحللين قبل ما المباراه تبدا هي التشكيله كلها دفاعيه كده ليه؟ ما شفناش الكلام ده على ارض الواقع. الاهلي بيلعب من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 فاتح، هو كسبان 2-0 بيهاجم فاتح وبيلعب، حتى لو منزل تغيير البعض بيبص فيها على انها دفاعيه او يا سيدي تكريميه زي ما الناس بتقول ماشي يا سيدي، او بينزل تغييرات وبتلاقي برضو الاهلي مهاجم. فهو الراجل بقى في دماغه حاطط شويه تصورات، لان بعض المباريات كده خلت تفكيره يبقى مختلف. مباراه النجم، مباراه حرس الحدود، مباراه الاسماعيلي، في مباريات بتخلي المدير الفني يبدا يفكر في حلول. لما تبقى فرقه بتلعب معاك زوم ديفنس، هما فرقتين لعبوك زوم، الحرس والنجم في ملعبه وانت كنت بتلعب 10 واديت كويس، ولو كنت بتلعب كامل كانت النتيجه اتغيرت تماما. في فرق بتقضي طول ال 90 دقيقه بقوه وبتحاول معاك زي الهلال السوداني. في بعض المباريات بيكون الراجل بيكون انطباع، الناس حاسه ان فايلر بقاله سنتين بيدرب الاهلي. فايلر بقاله سنتين بيدرب الاهلي، بقاله 3 شهور، وبالتالي 3 شهور المفروض مدرب غير فايلر كان لسه يا دوبك بيستقر. فالراجل ده اشتغل واستقر وحط تشكيل وجات له اصابات وبيلعب بتشكيل تاني وبيشوف الجديد، ومع ذلك نتائجه بيحقق المطلوب منه. طيب شهر يناير وفبراير بوكسنج داي، بوكسن مانس، يعني شهور مضغوطه، عايز زي ما بيحصل مثلا في الدوري الانجليزي البوكسنج داي بتبقى في فتره الجوله من 18 ل 21 كويس، بتتكلم في 3 مباريات بتتلعب في اقل من اسبوع 10 ايام. حلو جدا. في الدوري المصري شهر 1 مضغوط بشكل غير طبيعي، شهر 2 برضه مضغوط بشكل غير طبيعي. حلو جدا. لو جينا بدانا في الماتشات اللي جايه يا محمد، لو قلنا انت بتتكلم في يوم 5-1 مع نادي مصر، بعدها يوم 11 انت مسافر بلاتينيوم، بعدها يوم 15 طنطا، بعدها 19 المقاولين، بعدها يوم 24 النجم، 24 او 25 النجم، بعدها 27 هيبقى انبي، مظبوط. بعدها بتتكلم عندك مؤجلات سموحه والانتاج، 1-2 الهلال السوداني، اخر ماتش في الجوله اللي اخر ماتش وفي السودان، ومع الطفره اللي عاملها الكابتن حماده صدقي. انت بتتكلم في 6-2 بيراميدز، في 10-2 طلائع الجيش، مفيش نفس. انت بتتكلم في سفريات وداخل وخارج، وبتتكلم كده في 6 مباريات في شهر يناير فيهم سفر، بقول لك كل 4 ايام، وبعد بيراميدز المصري والزمالك، والزمالك تاني وممكن يكون الزمالك تالت، وطبعا كل ده. يعني بص انا ما رضيتش اتكلم في شهر 2 ليه؟ شهر يناير هو شهر الحسم، شهر الحسم طبعا محليا وافريقيا ما فيش كلام، مظبوط. شهر يناير هو شهر الحسم محليا وافريقيا، وشهر يناير اكبر صعوبات هتقابل فايلر مع الاهلي، انه عنده نقص شديد في الفرقه، ومطلوب من خلال النقص ده انه ينهي على امال المنافسين في المنافسه المحليه، كذلك يامن صعود واستمرار النادي الاهلي في بطولته اللي المفروض الاهلي السنه دي بيلعب عليها بكل يعني الطرق، لان محتاج جدا جدا البطوله دي، يعني مجلس الاداره بيدعم فيها، جماهير النادي الاهلي، اللعيبه نفسها تيجي تكلمها تكلمك في البطوله الافريقيه. فايلر في اول تصريح ليه بعد التعاقد معاه قال عينينا على البطوله، شوف اول تصريح ليه قال لك عينينا عينينا على البطوله الافريقيه على طول. فبالتالي شهر يناير ده شهر حسم، شهر صعب جدا، شهر عنده مشاكل كتير جدا فايلر من خلال اصابات وضغط المباريات، ولكن في الاخر هو ده الشهر اللي فيه الحسم. شهر 2 في مباريات انا بقول لك من دلوقتي مش لعب في ميعادها خالص، شهر 2 معقوله في مباريات هيتغير موعدها من دلوقتي وانا بقول لك لسه، لكن دي خليها عنوان كده مقفول لغايه ما نرجع مع بعض تاني في يوم خميس ونتكلم في الحته دي. طيب المباريات اللي بتتكلم عليها قبل ما نخش في تفاصيلها، مش هنخش في تفاصيل فيها كتير، انت بتتكلم في النص الثاني من شهر 2 بالظبط كده، مش النص الاول من شهر 2، يعني بقرب شويه المساله للمشاهدين على الاقل. هتبقى فيها يعني قلت جمله الناس مش هتستنى الاسبوع الجاي من بعد 10-2 من بعد 10-2 الماتشات لسه ما اعتقدش انها تبقى في موعدها.
معنى كلامك ان ممكن مفيش مباراه للسوبر في اخر اثنين زي ما بيقال؟ ما هو دي لسه ما اتاكدتش. لسه ما اتاكدتش. مش رسم. بس رئيس لجنه المسابقات او بالمسمى الجديد مدير اداره المسابقات قال ان الموعد المقترح لمباراه السوبر النصف الثاني من شهر فبراير. الموعد الايه؟ المقترح. بس. طالما اقتراح ومش قرار يبقى احنا لسه رايحين جايين. رايحين جايين. بس. لكن برضو خليني اقول لك مش هنسبق الاحداث. احنا يعني بنتكلم في خلاص احنا يعني انا بقول لك شهر الحسم. خلص شهر الحسم حقق فيه اللي انت عايزه رغم الصعوبات والضغوطات اللي موجوده تبدا بعد كده تتكلم في شهر اثنين، بس فعلا شهر يناير ده عايز تركيز كبير جدا محليا توسع الفارق تشتغل بالشكل المميز تكمل التفوق الفني الواضح جدا جدا تكمل نجاحك على العقبات اللي بتقابلك. اما افريقيا الموضوع من وجهه نظري افريقيا صعبه قوي. الناس بتتكلم السنه دي ان افريقيا سهله لما الاهلي دايما بيكون جاهز، الاهلي لعبته كلها تحت ايديه، مفيش ضغط مباريات. انما انت عندك ضغط مباريات وعندك فقدان للعيبه بتاعتك وعندك المجموعه اتقلبت، الهلال قلب الترابيزه كلها وماشي بشكل كويس. هيجي لك انت طالع طبعا مباراه بلاتينيوم، انت عايز طبعا تكسب في نفس الوقت. انت كنت موجد لما قابلته هنا، بلاتينيوم هيطمع فيك لان انت برضو كان لو احرزت عدد اهداف اكبر من كده كنت هتبقى مرعب بالنسبه له وانت ما زلت مرعب، لكن برضو هيحاول معاك هيجهدك اكتر. يعني بلاتينيوم هيجهدك اكتر ويجهدك في ملعبه ويحاول لانه ما عندوش. بص الفرق اللي مش باكي على الحاجه دي ما تأملهاش. طيب انا هدخل معاك للملف الافريقي لان الملف الافريقي هيتخنا في تفاصيل فنيه وغير فنيه. طيب واحنا لسه بنتكلم في الدوري المصري في اخطاء تحكيميه وضحت اول اسبوع ده والاسبوع الماضي. حتى النهارده احنا بنتفرج على المباريات، مباراه الحرس وبيراميدز كانت فيها اخطاء تحكيميه غريبه، مباراه المصري وسموحه كان فيها بعض الاخطاء او فيها بعض الكلام، مباراه الزمالك واسوان بنتكلم فيها دلوقتي والمباراه شغاله حصلت فيها مواقف كتير، فيها مواقف وفيها تجرؤ لعيبه على التحكيم وبتتكلم، ومباراه المقاولين والاتحاد فيها قرار جريء وفيها قرار جديد على الدوري المصري ان لاول مره طارق حامد بياخد كارت احمر. شوف بص يا محمد الحته دي مش عايزين نقف عندها كتير. ليه؟ انا وجهه نظري ان الحكام في مصر مضغوطين. ده بالعكس الدوري بدون جمهور. لا مش بتكلم في كده، بتكلم ان الحكم النهارده بقى عليه ضغط من وسائل الاعلام، من السوشيال ميديا، من الفيسبوك. يا سيدي ركز انت في لائحتك وركز في عينك ورؤيتك وركز انك تاخد القرار الصح. صدقني لو كل حكم ركز في ده هتتغير خريطه التحكيم بشكل كبير جدا. انا اثق في الكابتن جمال غندور واثق انه بيؤدي بشكل كويس واثق ان هو بيحمس لعيبته، لكن الاخطاء اللي حصلت المباريات اللي فاتت اخطاء صعبة. أنا مش من المدرسة اللي بتقول إن التحكيم قاصد. أنا من المدرسة اللي بتقول أنا بعتبر إن الأخطاء دي أخطاء غير مقصودة. وبحب أقول كده، دي أخطاء غير مقصودة. أكيد. لأن لو دخلنا في الناحية التانية دي قصة أنا ما بحبش أتكلم فيها. ودايماً قناة النادي الأهلي دايماً بتبقى سند ما بتبقاش ضغط على الحكام ولا غيره، يعني بتتكلم فيه وبتتكلم في يعني مثلاً في مباراة المقصة كرة ميدو واضحة جدا اللي خدها بإيده. الحكم وقع فيها اللي أنقذه اللاينز مان. في تفاهم بين الطرفين. وإن كنت أدين الحكم إنه قريب جدا وفي اللعبة واللعبة ما تجيش كده بالشكل ده غير بالطريقة دي وإنه خد القرار يعني سريع جدا، طب هي الكرة وهي فوق وهي بتتلف وتنزل قدامه دي نزلت إزاي مثلا؟ ما هو لازم الحكم محمد يبقى عنده سنس كوره، سنس لعيب الكوره. انا مش بقصه على حكم ولا بقول ده صح ولا ده غلط ولا ده احسن من ده، لا بالعكس. لكن الحكم اللي ما عندوش سنس كوره بيتعب، الحكم اللي ما لعبش كوره بيتعب. في ناس كتير بتفتكر ان الجمل دي جمل رنانه، لا خالص. وبعدين ده جمل اساسيه في اختيار جمل اساسيه الحكم. اللي بينجح بقى النهارده محمد الحكام ويوقعهم لاين مان. لاين مان النهارده بقى العصب، لان العصب اللعبه في حتتين في ضربات الجزاء وفي التسللات. ده الاساس. كل الاخطاء اللي احنا بنتكلم عليها واللي انت عرضتها دلوقتي بنتكلم في تسللات. الاساس. في لعيب ثلاث لعيبه مغطيينه ويبقى تسلل. في مباراه الاتحاد لعيب واخد المهاجم ويلف. بيلف بيه. بلعيب المقاولين ويطلع هو قدامه اللاين مان شاف اللقطه الاخيره. فانا
اللي شايفه ان في عدم تركيز ومن ناتج من الضغط اللي على الحكام. انا نفسي الحكام ما تضغطش نفسها، وزي ما انت بتقول الكلمه اللي قلتها، ما بالك لو في جماهير ماليه الملعب. طب لو في جماهير ماليه الملعب، ده الجيل ده محظوظ. وجهه نظري محظوظ ومش محظوظ. محظوظ ان وهو طالع قدر يشم نفسه وياخد قراره بالراحه وبهدوء عشان يحكم، ولكن غياب الجماهير اضعف الحكام نفسهم. الحكم اللي ما يقدرش يشتغل ويحكم مباراه بجماهير هيبقى حكم مهزوز. فبالتالي في حكام كتيره مهزوزه لانها خايفه من الجمهور. فاول ما تلاقي هتاف او بتاع ما تعودش، ما ينزل الملعب مليان زيه زي اللعيب اللي بياخد. فدي ده موضوع. بس لو خدت بالك، انا يمكن في مره موقف حصل، كان الكابتن عصام عبد الفتاح سالني السؤال ده من حوالي 3 سنين لما كان في لجنه الحكام في اتحاد الكوره. قال لي الحكام السنه دي، الكلام ده كان 3 مواسم، عاملين موسم جيد. قلت له يا كابتن عصام ما تاخدش المقياس بنسبه 100% لان المباريات بدون جمهور. طبعا. قال بالعكس، ده المباريات بدون جمهور بتبقى اصعب على الحكم. قلت له لا، الحكم لا زي اللاعب. لا لا لا، الحكم زي اللاعب، مش طبعًا هيأدي ويظهر اداؤه اذا كان ايجابي ولا سلبي الا لما يكون الجمهور حاضر. طبعا. فهي عقيده عند الجمهور، عند الحكام نفسهم، ان بالعكس ده مباراه بدون جمهور اصعب لي انا كحكم. بص، الحكم اللي بيقدر يتحكم في نفسه وفي قراراته وفي ثباته الانفعالي في وجود الجماهير، هو ده الحكم اللي انا اقدر اقول له شابوه. وبالتالي في غياب كل ده مفيش اي حاجه تؤثر عليك بالزبط. خالص خالص. حكم لما يبقى بيلاعب فرقه والجمهور مالي الملعب ويخش يطرد حد من جهاز فني ولا لعيب، يبقى بياخد القرار وهو عارف بيعمل ايه، بياخد قرار هو بقى مبسوط من نفسه انه بياخد قرار صح واثق منه وقرار صعب وواثق منه ومركز جدا. انما الحكم الملعب فاضي بقى وعمال يطلب في ده ويقعد في ده ويعمل كده صعب. بس امبارح محمود ابو الرجال، ويمكن ناس كتير عدت اللعبه، محمود ابو الرجال من افضل الحكام المساعدين في القاره الافريقيه ولسه راجع من كاس عالم انديه، والحكم المساعد الدولي اللي معاه رخصه تقنيه الفار، وكان موجود في كاس عالم الانديه مباراتين، مباراه في الملعب ومباراه في غرفه التقنيه. فالقرار اللي خده امبارح لمساعده حكم امين عمر في مباراه المقاصه والاهلي، ده مش قرار شجاع، ده قرار في درجه الامتياز، ان على مسافه اكتر من 60 يارده يشوف اللعبه ويتدخل في القرار ويبلغ امين عمر ان مش ركله جزاء، رغم ان القرار هنا المفروض لحكم الساحه مش للمساعد. كويس، بس ده دوره. انا اختلف معاك، هو عشان حكم مميز عارف انه يعمل دوره. ما تبصش بقى لواحد تاني ما بيعرفش يعمل دوره ونشيلها للحكم الايه؟ الملعب. ده بيعمل دوره. ده دوره. ده دوره اللي هو عشان كده هو في الحته دي. ليه؟ هرجع لك بالتسللات، ما هو نفس المنطقه دي اللي الحكم بيبقى جاي من نص الملعب ويحكم لغايه الخط التاني. مظبوط. بيفضل يقول لك التسلل فين ورفع ايه وعمل ايه. ولو جيت بقى، مش عايز اروح للدوري الانجليزي عشان اللي هم اللي بيعملوه هناك بقى عاملين مشاكل. يعني 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 بص، الناس مختلفه في حتتين. في تطبيق القانون الفار، معايير التقنيه مش صحيحه كده كويس، وكيفيه التطبيق. كيفيه التطبيق دي اللي من دوري لدوري بتختلف، وبيبدا يقول لك الخطوط العرضيه والخطوط الطوليه وتثبيت الكاميرات. وقلنا 100 مره زمان من قبل ما نطبق الفار في اي حته، ان الكاميرات بتاعتك لو مش محطوطه التقنيه صح على خطوط الملعب ومقاسات الملعب بالظبط بالامتار مش هتطلع الخطوط. النهارده بيطلع لك بيستارز جزمه. بس ده غلط. ما ده غلط. ومجلس الاتحاد الدولي بعت لهم قال لهم تحذير، تطبيق التقنيه مخالفه للمعايير. هتتغير، خلي بالك الموضوع ده هيتغير خالص، وهم دلوقتي عايزين مخرج، فهو بقى بيركزوا في الخطوط من تاني، في عدله الكاميرات، في شكل التقنيات. كمان خلي بالك اكتر دوري، شوف بقى دي بقى محمد اللي هي ايه، بيقول لك شر البلاء وما يطحن. اكتر دوري في العالم في مشاكل في الفار الدوري الانجليزي من اول مباراه. بس ده طبيعي، لان الحكام في انجلترا دايما أسوأ تحكيم في اوروبا التحكيم الانجليزي. بص يا محمد، ماشي ده جزء، لكن اخر كاس عالم ما كانش فيه ولا حكم انجليزي. كويس، لكن وفقا بقى للدوري الانجليزي وقوته والامكانيات المتاحه، اما ساعات بتعمل غرفه فار واحده لست مباريات ولا اربع مباريات مع بعض ازاي؟ امكانيات يعني 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 انا شايف ان هم بيضعفوا اللعبه بالشكل ده، لكن هتتطور الدنيا احسن. وجهه نظري لو الفار اتطبق صح من اسس العداله في كره القدم.
بس اهم حاجه يتطبق بالشكل كده زي اللي شفناه في كاس العالم اللي هو بشكله الاربع خمس معايير المعروفه الطبيعي خالص الحالات بتاعته الوقفه، انما هنتفلسف كتير وترجع لي دي وتعمل لي بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر على رؤوف خليف وتبدا بقى تخش في الحتت دي هتفتح يعني بصراحه بيبان واجتهادات صعبه جدا جدا. طب الفار في مصر هيتطبق ولا مش هيتطبق؟ معلوماتك بقى في الملف ده. معلوماتي اللجنه الخماسيه خلي بالك انا عايز اشيد فيها عشان بتمسك بقرارات مهمه جدا بتحاول تعمل حاجات انا بنتقدهم كتير جدا. لكن هم بيحاولوا هم كانوا عاملين رؤيه للفار وكانوا بيدوروا على مستثمرين ومعلنين و ولكن لقوا التكلفه رهيبه. تكلفه رهيبه جدا ده اللي خلاهم يعني يحاولوا يشوفوا حل هم عايزين يطبقوا لكن الامكانيات ما بتساعدهمش ونفسهم يعني هم بيسعوا حاليا ان هم يجيبوا موارد يسيبوا حاجه تحسب لهم هم عايزين لما يمشوا في شهر 8 او 7 يقولوا احنا من ضمن انجازاتنا طبقنا التصنيع في مصر في شهر 9 بص يا محمد هي الانتخابات بعد طوكيو انتخابات هتبقى بتاع بعد طوكيو هتبقى في شهر 9 هيبقى في احنا رحنا برضو الموضوع فرع بس مهم جدا هتبقى فيه في شهر 5 او شهر 6 جمعيه عموميه غير عاديه اللي هي العاديه اللي هم هيجتمعوا فيها عشان يحطوا القواعد اللي هيتم عليها الانتخاب اللي هي اللائحه طيب كام نادي هيبقوا موجودين في الجمعيه دي 103 نادي ده كلام نهائي بص سجل عليا تمام 103 نادي هم المفروض من 95 نادي ل 105 وانا بحسبتي انا كده بقول لك هيبقوا 103 نادي ده كده قصوا الجمعيه للنص ليه بقى؟ لان الجمعيه العموميه وقعت على عقد مع اتحاد الكوره ومع اللجنه الخماسيه بيقول ان الفرقه اللي مش هتعدي دور ال 64 في كاس مصر مش هيبقى في الجمعيه العموميه ملوش صوت الحاجه الثانيه انه لا يحق له الشكوى او اللجوء للاتحاد الدولي او المحكمه الرياضيه في نفس البند ماضي عليه فانت ماضي دي شروط مسابقه الكاس انت ماضي شروط مسابقه الكاس انت ماضي وموقع واللي مش واخد باله من الكلام ده قوم دلوقتي يا باشا افتح شوف هتلاقي نفسك انت ماضي هتلاقي نفسك انت ماضي وبالتالي جمعيه هتبقى في شهر 5 او في شهر 6 هيتم اعتماد اللائحه هيتم اعتماد مواعيد الانتخابات انتخابات هتبقى في شهر 9 تمام فقصة بقى اللي جمعية 254 والكلام ده طبعا كلهم افاضل مش هنفضل نقول بقى ولا كلام اللي بيترغي فيه اصل ده بيجتمعوا هنا اصل ده بيقول كذا اصل ده كباب اصل ده كفته اصل ده جمبري مالناش دعوه بالكلام ده خالص. احنا دعوه ان دي اولى خطوات اصلاح الهيكل اصلاح والتعديل لان كلنا كنا بننتقد نقول ليه يا جماعه 254 نادي وليه كل ده وهم 18 نادي في الممتاز وكم واحد بيشارك في الكاس والامور طب طالما فتحت الموضوع المهم ده بما ان المجلس السابق في ناس منهم تمت الثمان سنوات تقدر تترشح في الانتخابات الجايه ولا هيتم تعديل البند من 8 ل 12 تقدر لان هيتواكب مع بند الاتحاد الدولي والعمل بمبدا ال 12 سنه انت خدمت في الاتحاد قد ايه متقطعين بقى كاملين مش كاملين 12 سنه يعني هيتغير البند من 8 ل 12 ده المقترح الاقرب حتى الان طيب ال 12 ده هيتطبق ازاي من انهي تاريخ دي برضو نقطه تانية من تاريخ اعتماد الجمعيه ولا من تاريخ اخر دوره ولا من تاريخ اخر دورتين ولا من تاريخ ايه فدي واضحه طيب بند اصل بص انا عايز اقول لك حاجه البنود دي كلها مطاطه بمعنى اصل هتفرق في نزول اشخاص وعدم نزول اشخاص بس انا اقول لك حاجه يا محمد البنود دي كلها مطاطه بمعنى ان كل اتحاد طالما قلنا ان الجمعيه العموميه هي صاحبه الحق الاصيل في تعديل بالظبط وتغيير اللوائح يبقى بالتالي لو النهارده بند الثمان سنين عايز تشيله هتعمل الجمعيه العموميه تشيله ده حقيقي يعني عايز تظبط هتظبط عايز تظبط معيارك تظبط فبقى امر اختياري وفقا لمن يدير مع الجمعيه العموميه ده حقيقي بس فاحنا بدايه تقليص الجمعيه العموميه دي اعتقد دي هتبقى طفره بدايه موفقه وبدايه موفقه والانتخابات الجايه هتشوف فيها وجوه جديده جدا كمان في بند مهم يا محمد لو تم وغالبا هيتم شروط التقدم على مقعد عضو اتحاد الكوره الشروط اساسيه معروفه في كل الانتخابات ولا هيبقى في شروط هي طبعا كان بيلزمك الاول لازم تبقى عضو مجلس اداره نادي لعبت مارست الكلام ده مش هيبقى موجود شرط القاعده هيتفتح شويه او الممارسه لان انت النهارده لما تيجي النهارده تدور على حد يكون ليه في التسويق لازم مثلا عايز تجيب حد ده ما لعبش مثلا كوره بس هو شاطر في حته تسويق
ما يدخلش الاتحاد ليه؟ يعني لما كانش العضو نادي قبل كده ولا عضو اتحاد دي بينزل. بيدرسوها دلوقتي ودي ممكن تبقى مفاجاه. بس انت هتفتح فتحه كبيره. ما هو فتحه كبيره برضو لمين؟ ما هو اللي بيشتغل في التسويق باي منظور واي منطلق ينزل. ايه المسمى الوظيفي انه يشتغل تسويق؟ مش تسويق بس، انا بدي لك مثال مثلا. هم لما قعدوا قال لك احنا ليه بنحرم الناس اللي ممكن يكون ليها مثلا واحد في التخطيط، واحد في التسويق، واحد في الاداره، دكتور في الاداره وناجح وبيعرف يدير وبتاع ويحط لنا هيكل ويعمل، ليه الناس دي تبقى بعيده زي ما العالم كله بيشتغل؟ ما العالم كله بيبقى ما عندوش الحته دي والشروط دي ما تبقاش اساسيه عنده فيه وفيه. فانت يعني انت 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 مثلا ما جبتها من بلاتر لانفانتينو، لا الناس دي لعبت. بلاتر كان شغال في الاتحاد الاوروبي مع يوهانسن، ومع قبل يوهانسن كمان، وكان شغال في الاتحاد الدولي، وكان شغال في اتحاد سله، وكان شغال اوكي. بس كويس. اقصد كان ليه، يبقى هنا ليه في عنصر اداري. يبقى هنا انت بتقول للكوادر الاداريه تمام، زي ما بقول لك لما انت بتدور على كادر التسويق والاداره كذلك نفس القصه، انت بتحاول تعمل ده. لو ده اتطبق هتدي فرص للكوادر تخش، هتدي في فرص لان في كوادر محترمه، انا معاك في ده فعلا كويس، وانت ما بتقصرهاش على مجموعه معينه بقى، اللي لعب واللي مارس ونفس الدايره في نفس الاشكال، فانت كده هتطلع نفسك وده عن قصد من الدايره الصغيره دي تروح للدايره الكبيره، تروح للدايره الكبيره عشان هتقول في الاخر اعضاء الجمعيه العموميه اللي هيختار ال 103 اللي هيبقوا ساعتها في شهر 5 او في شهر 6، هم دول بقى اللي هيقولوا ايه مين يروح ومين يجي. طب في وجوه قديمه ممكن تنزل؟ قليله قوي. قليله لا تنزل هيبقوا كتير، انما تنجح هتبقى قليله. لا بس اللي هينزل من الوجوه القديمه او من المجلس السابق، عندك معلومه ممكن حد من المجلس السابق ينزل؟ شوف ستبقى قائمه المهندس هنا بريده هي اقوى قائمه، والقائمه دي هيبقى فيها تغيير بنسبه 95% عن القائمه اللي فاتت. قائمه جديده هتبقى مع المهندس هنا بوريدا. يعني مش هتبقى منها، بس معنى كلامك المهندس هنا بوريدا نازل. نازل. انت بتقول كلام ما بين السطور فلازم لا 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 طلع براحتك. نازل وانا قلتها قبل كده. بس معنى كلامك برضو ان في اثنين او ثلاثه بالكتير اللي كانوا معاه هم اللي هينزلوا معاه. بتقول 95%. بص خلينا نقول لك 90%. 90%. يعني ما 90% ده تغيير. انت معايا واطلع منك تغيير لا 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 تغيير جذري كبير قوي يا محمد. تمام. وهيبقى فيه عدد كبير جدا من الوجوه الجديده. وخلي بالك الفترة الجاية كلها تغييرات في إدارة اتحاد الكورة، في 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 المنظومة نفسها، في اللوائح اللي هتبقى موجودة. يعني في عقد احنا داخلين عليه في تطور كبير جدا. نتمنى يا رب يكون الأفضل. يبدأ من اللوائح ويبدأ من التقليص وتخش بقى في فار وتخش في حاجات كويسة جاية، في حاجات كويسة جاية. طب لكن الفار صعب يتطبق في الدوري المصري في الدوري التاني. بص مفيش حاجة اسمها صعب. اللي كمان ما عملتش دورات للحكام. خلينا اقول لك بس انت مش محتاج تعمل للحكام اللي في الملعب. انت بس هتعمل التقنيه اللي هتتعامل عليها، وجهه نظري. لا محتاج للحكام اللي في الملعب. مش بالشكل الكبير، انت الحكم اللي في الملعب، يعني الحكم بتاع انجلترا مثلا اللي في الملعب ده انت ضربته على الفار ازاي؟ هو ما بيروحش اصلا يبص على الشاشه. بس كده. ده واقف وانت اللي بتقول له شمال او يمين، ده اتدرب، ده ما لفيش، ما انا ما شفتش حاجه بقى اتدرب عليها اهو، بتقول له غير غير بس. قرارك سليم، قرارك سليم بس خلاص. حلو. فوجهه نظري عشان تبدا تشغل الفار سريعا لازم تعمل كل ما يمتهن مهنه التحكيم في الفتره اللي فاتت وكان حكم دولي واسم ولسه خارج من الملعب، هم دول اللي تجيبهم تدربهم على الفار تكمل بيهم الموسم ويبقى اقرب للشكل الدوري الانجليزي. تمام. عشان تشتغل بسرعه. عايز بقى تشتغل بشكل كويس وبشكل مميز وتعمل افضل من كده وتدرب الحكام كلها وتتعامل معاهم، هتاخد منك وقت وكل حاجه، يبقى على الموسم الجديد لو عندك الامكانيات نفسها. انما اسرع حاجه محمد عشان تشتغل يبقى انت تاخد فكره الدوري الانجليزي وتعتمد على الحكام اللي عندهم خبرات دوليه كبيره جدا، لانه الصح واللي ما بيعملش لغط ان لازم حكم الفار يبقى اقوى من حكم الملعب. اقوى من حكم طبعا. بس القانون بيقول لك حكم الملعب هو صاحب القرار الاول والاخير. انت بتدي له، طب ما هو في الدوري الانجليزي هو مش صاحب القرار. ما هي دي من ضمن الحاجات اللي ما هي دي. ايوه لمسات واللي كويس. كويس. مهما كان مهما كان الحكم اللي في الملعب صاحب القرار الاول والاخير، لو حكم الفار اعلى فنيا واعلى خبرات هيدي له القرار يقول له في كذا عشان كذا كذا كذا، هيفهم حكم الملعب هو عايز منه ايه. لان ده اللي بيمشيه على التراك. لذلك في حكام كتير لما يبقى حكم الملعب اقوى من حكم الفار معظمه ساعات بيختلف بيمشي برضه اللي هو عايزه. في برضه حاجات فيها حصل فيها لغط. بالزبط. لما يبقى حكم الفار اقوى ومقنع واكبر ومقنع
لحكم الملعب فهيقول له كذا عشان كذا 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 ويتفرج ويروح يقول له خلي بالك عشان دي، فهتلاقي حوارهم مع بعض شغال. خلي بالك هنا برضو القانون، انت عارف حكم لما بيتكلم مع الاثنين حكام القانون مدي مساحه للعيبه ما حدش يشوف حواليهم ولا يسمع، ولا يسمع يعني اللي بيحصل في الدوري الانجليزي واللاعب بيبقى يعني لعيبه بتهيص قبل وهي سامعه، اول ما قبل ما بيشاور بيجروا فرحانين ده ياخدوا كلهم انذارات بس ما بيطبقش بالشكل الامس. طيب انت ذكرت وقلت اللجنه المسؤوله عن اداره اتحاد الكره الفتره الحاليه ماشيه بشكل كويس حسب معلوماتك او حسب الرؤيه اللي انت شايفها في ادارتهم للملف في الكره المصريه بشكل عام. عارف اقول كده ليه يا محمد؟ معلش وانا عارفك انت هتسال سؤال كويس، لان انت بتاخد قرار تستطيع انك تطبقه ولا لا. لو خدت قرار ولم تستطع ان تطبقه فانت غير جدير باتخاذ القرارات، اما لو خدت قرار وطبقته انت جدير وتستحق انك تتخذ القرار. خدوا قرار وطبقوه وكانوا جديرين بتنفيذ وتنفيذ هذا القرار الفتره اللي فاتت. وقرارات قويه يا سيدي، خلينا نقول منع رؤساء الانديه من حضور بعض المباريات. لما بتاخد القرار ده للاخر وتكمل فيه وتقول هكمل اتنفذ النهارده، بيتنفذ النهارده بيتنفذ. وده مؤشر جيد للجاي، مؤشر جيد في كل حاجه، في كل حاجه. ليه بقى؟ اي رئيس نادي هيتم منعه مثلا من دخول مباراه وبناء عليه يدخل المباراه، انت النهارده بتبقى قدام حاجتين، خصم نقاط مفيش هزار وتغليظ العقوبه، خصم نقاط وتغليظ مفيش هزار. ناس تقول لك اصل مش هيعمل، لا, لا عارف ليه؟ عارف ليه؟ لان اللجنه الخماسيه غير منوطه بتعديل قرارات لجنه الانضباط المحصنه من الاتحاد الدولي. الاجمد من كده ان عندما ياتي اي رئيس نادي ويكسر القرار للمره الاولى، انت كلجنه بتقول بالنص كده ان ربما ما يكونش عنده علم فبتبقى فيها ريبه، انما عندما تتحدث وتعلم الجميع انك تعلم بالقرار والقرار عاجبك او مش عاجبك مش دي منطقتنا، لكن انت عندك العلم التام بالقرار، هنا دور لجنه الانضباط مع الاتحاد. وبناء عليه ان اي رئيس نادي هيتمنع من الدخول هيجي يدخل ماتش اللي هيحصل معاه ايه؟ زي اللي بيطبق النهارده. سيبك من قصه ان الامن على الباب وكل حاجه هتتمنع تماما. طب جوه دخلت مراقب المباراه هيوقف المباراه وهيمنع استكمالها، والفريق المنافس من حقه يطالب بالثلاث نقاط لو استمر رئيس النادي داخل الملعب. شكرا، عشان كده بقول لك النهارده كان التطبيق. انت بتتكلم في قرار مهم جدا لانه متعلق بايقاف عن ممارسه اي نشاط رياضي، طبعا من ضمنها عدم الدخول للملاعب. مفيش كلام، انت بتاخد القرار ده اسمك لجنه انضباط، وفي نفس الوقت لازم نشيد بلجنه الانضباط. مثلا لما بتلاقي رئيس نادي بيلتزم وبيقول تمام وانا غلطت، وهضرب لك مثل بالمهندس محمد فرج عامل، قال لك خلاص. لا، وكان الرد هي في لجنه الانضباط تمام خلاص، قبول اعتذاره، قبول الاعتذار، وهو ما راحش المباراه فشالوا الغرامه بعد الالتماس اللي اتقدم بس كده. فهنا انا بشعر، بص ما انا راجل عملي، هو انا هقول لك كده يمين او شمال من غير حاجه؟ لا، ده انا بقول لك بوقائع، بقول لك من يستطيع ان يتخذ القرار ويقدر ينفذه ده لازم اقول ده. حتى اقول لك حاجه، لازم احيانا ربما يكون القرار خاطئ ومش محسوب كويس، لكن تنفيذ القرار بآلياته حتى لو قرار خاطئ بيبين قوتك وقوتك في تنفيذ لائحتك وتنفيذ انضباطك، وده بينعكس على المنظومه كلها. النهارده بقى لما تيجي تقول لحد انت موقوف او انت كذا او انت كذا، هينفذ ولا مش هينفذ؟ هينفذ. طب لو ما نفذش يروح الملعب، فرقتك خسرانه 3 نقاط والماتش هيقف، والمنافس لو طلع من الملعب انت خسرت الثلاث نقاط. معنى كلامك انك شايف ان العقوبه بتطبق من النهارده، لان المباراه السابقه انت من كلامك شايفها مش في الحسبان او ما كانش تم الاعلان الرسمي او التنفيذ الرسمي. لا، لان ما تغلظتش العقوبه، بياخد لك العقوبه بتتغلظ. وهقول لك على مفاجاه، لجنه الانضباط خدت قرار بتغليظ العقوبه، والقرار ده عند اللجنه الخماسيه، لكن اللجنه الخماسيه خدت قرار بتغليظ العقوبه. لجنه الانضباط؟ ايوه، وقرارها كان خصم 3 نقاط وتزيد الغرامه الماليه، لكن هنا بقى يرتقى للجنة الخماسيه عدم الدرايه الكامله او معرفه الطرف الاخر اللي اخترق الايه؟ القرار. رغم ان لجنه الانضباط قالت له بالظبط، رغم ان هو عامل فيديو بيقول محدش يقدر يمنعني وهذا يعتبر علم بالقرار، قالوا برضه مش هنعتبر وهنطبق من دي، ومع ذلك ماشي. يعني اعتبروها مجرد ما ارسال القرار بشكل رسمي
مش بيعلنوا الوسائل الاعلاميه بالظبط كده، اعتبروها بالشكل ده بالظبط كده. ومع ذلك هنقول ماشي، وهنقول طالما انت بتتخذ كل التدابير عشان تبقى ما بتظلمش حد، حتى لو هتغمض عينك نص غمضه كده علشان تمشي الموضوع، علشان تاخده بكل شده وصرامه للتطبيق، لازم. ولازم نراعي ان لجنه الانضباط هي لجنه تشريع وليست لجنه تنفيذ، في فرق. لجنه تشريع؟ تشريع يعني هي إيه؟ بتقول القرار لكن مش المنوطه بتنفيذه بالزبط. زي القاضي بياخد القرار على المنصه، مين اللي بينفذ؟ الجهه التنفيذيه اللي هي الشرطه. هي نفس القصه، الساده القضاء الاجلاء اللي في لجنه الانضباط في اتحاد الكوره بياخدوا القرار للجنه التشريع، تقول لك احنا عملنا كذا، قررنا كذا، لكن هم غير منوطين بتطبيق القرار. ما عندهمش سلطه التنفيذ. بس كده، سلطه التنفيذ دي في يد اتحاد الكوره بالظبط، والمدير التنفيذي اللي بعت قال للناس مثلا هننفذ كذا كذا في القصه. في نفس الوقت لان حاله من اللغط حصلت لما تم طرد الكابتن ابراهيم حسن في احدى المباريات، جه مراقب المباراه منعه من حضور المؤتمر الصحفي لانه مطرود في المباراه. لذلك قلت لك في مباراه النهارده مراقب المباراه الامن طبعا بره عليه دور وعنده التعليمات تمام. طب لو تم اختراق هذه القصه يبقى داخل الملعب عندك مراقب المباراه، حد موجود عنده مخالفه ممنوعه، الماتش بيقف، ما لم اذا لم يتم ازاله المخالفه بيتم خصم النقاط، والموضوع كده يبقى الفرقه الثانيه المنافسه على طول تقول لك انا معايا ثلاث نقاط. باي باي. ثلاث نقاط خلصان. لائحه الانضباط دي لائحه الانضباط بتاعت الاتحاد الدولي لانه واضح حتى في القرار لما طلع بخصوص كابتن سيد اتقال وصف توبيخ، واضح ان لجنه الانضباط الموجوده في اتحاد الكوره بتطبق لائحه الانضباط في الاتحاد الدولي. انا هقول لك على مفاجاه. ما انا سائل السؤال ده عشان اسمع منك مفاجاه. لائحه الانضباط دي جابت لائحه الاتحاد الدولي، تمام، اللائحتين الانضباط والقيم والاخلاق، وجابت لائحه الاتحاد السعودي، الجزائري، المغربي، السوداني. وعايز اقول لك حاجه، هات لائحه الاتحاد السوداني واقراها، لائحه محترمه ولائحه قويه جدا، وخدت من كل ده وعملت اللائحه بتاعتها وفقا فيما يتماشى مع لوائح لجنه الانضباط بالاتحاد الدولي. ده الاساس. وتم عقد جلسه بين لجنه الانضباط وبين اللجنه الخماسيه، قالوا لهم ممكن في تشريعنا احنا او في وضع لائحتنا احنا نقول ان قراراتنا بترجع لكم ومن حقكم تاكيدها او تخفيضها او الغائها. وكان قرار من الاستاذ عمرو الجنايني بمنتهى الصراحه، وانا بقول لك كواليس، قال لهم مش هنراجع وراكم، ناس بقيمتكم موجوده في لجنه الانضباط مش هنراجع وراكم، تمام. وبالتالي طلعت اللائحه على ان قرارهم نهائي ويحق له الالتماس وفقا للجنه مش للجنه الخماسيه، لجنه الانضباط نفسها. وبالتالي اللجنه الخماسيه لا تمتلك اي قرار بالتاجيل يعني بالارجاء وعدم التنفيذ او التدخل في قرارات لجنه الانضباط. طب هل مش من الطبيعي ان يكون في لجنه تظلمات فوق لجنه الانضباط هي اللي بتنظر الالتماسات اللي بتتخذ على قرارات لجنه الانضباط؟ لان انا واخد القرار بايقاف شخص معين او مسؤول معين، كويس، نفس الشخص هيقدم لي التماس، ما اللي واخد القرار بايقافه؟ في جزء من اتحاد الكوره داخل معاهم في الحته دي وفقا لاليه اللجنه نفسها، يعني هم اعضاء لجنه الانضباط ومعاهم جزء من اللجنه الخماسيه موجود في الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها عشان ما تحصلش قصه الحكم يعني الحكم مجلد. بالظبط كده، بالظبط كده. لكن انت بتثق في فكره ان لجنه انضباط قراراتها نافذه وبتطبق، والنهارده تطبيق رسمي اللي هي ارض الواقع يا محمد. ارض الواقع بتقول لك ان هم خدوا قرارات، الناس قالت لهم مش هتعرفوا تنفذوا، النهارده بتتنفذ، يبقى الناس دي نفذت قراراتها، يبقى الناس دي نحترمها. بس دي المباراه الثانيه ولا الاولى؟ دي المباراه الثانيه. دي المباراه الثانيه. اللي اعتبر المباراه الاولى اعلام. انت لم يعني لم افترضت انك لم تعلم. ما هو في نقطه بس عشان ايه نتفق عليها والناس تبقى عارفه الجزئيه دي. دي النهارده اول مباراه في العقوبه ولا ثاني مباراه؟ هتفرق. لا. لو ثاني مباراه في العقوبه يبقى كان يجب تغليظ العقوبه. لا هتبقى لو اول مباراه في العقوبه يبقى لسه في مباراتين ثانيين. دي مخرج اللجنه، السؤال ده ممتاز، دي مخرج اللجنه الخماسيه. هو زي ما اعتبرها، وانا بقول لك لو غمض نص عين واعتبرها ان اول مباراه هنقول له شابوه برضه. برضه. بس يبدا التنفيذ. يبدا التنفيذ. بس خلاص، هو بدا التنفيذ بالفعل. حطيت رجلك على التراك. خلاص بقى. من البداية. خلاص بقى. أنت بتقول للكل بقى. أنت بتقول للكل. اللي هيخطأ هيتعاقب. واللي هيتعاقب هيتنفذ عليه. واللي مش هينفذ القرارات هتتغلظ عليه العقوبات. شوف لما بتلاقي قرارات مظبوطة وفقا للوائح ويتم عدم
احترامها ثم التمسك بها لتنفيذها ويتم تنفيذها واحترامها بإجبار قوة التشريع وقوة التنفيذ، كل بيحترم نفسه، كل اللي بيحترم نفسه طبعا. طيب ده شيء مهم جدا لان لسه المشوار طويل ولسه الدوري فيه تفاصيل كتيره. طبعا المفاجاه اللي انت قلتها ان في مباريات ممكن يحصل فيها تاجيلات او في امور، امر طبيعي لغايه ما نشوف الوضع يوصل لغايه ايه. مباريات بتتلعب لاول مره ولا مباريات مؤجله؟ مؤجله وبتتلعب لاول مره، لان انت عندك فيهم مؤجل وفيهم بيتلعب لاول مره. هنروح من بعض فين؟ هنروح من بعض فين بالظبط كده. طيب نروح للملف الافريقي، والملف الافريقي فيه كلام مهم جدا. وانا اليومين اللي فاتوا شفت رسائل من جماهير في شمال افريقيا بتتابعنا وابتدت تقول انتوا ليه بتتكلموا كتير عن الكره في افريقيا والتحكيم الافريقي الفتره الاخيره، ويبدو ان احنا بنتكلم في ملف مهم جدا وحطينا ايدينا على ملف ده قضيه للرياضه الفتره الجايه ولصالح الانديه والمنتخبات الوطنيه الفتره الجايه. هل وهنكمل فيه كمان لان الملف ده مهم جدا حتى موعد النهائي الى ان يحدث جديد والى ان يتم تطبيق ما قاله إنفانتينو بخصوص ضرورة تعديل وتغيير وهيكلة التحكيم في افريقيا الفترة الجاية. رئيس الاتحاد الدولي بنفسه اللي قال الكلام ده. مظبوط، وفاطمة سمورة موجودة عشان بتعمل الكلام ده، وفي بالزبط. لجنة من خبراء التحكيم في افريقيا، يمكن ده مش معلن، في لجنة من خبراء التحكيم. التحكيم في افريقيا بتعدل ده، لكن انا بقول لك باكتر امل مش هتحقق السنة دي. مش السنة دي. طبعا. عشان كده احنا مكملين في الملف ده لغاية نهاية البطولة. طبعا مش السنة دي، لأن ما زالت ما بحبش أقول ألفاظ، يعني ما بحبش أقول الشخصيات تعبيرات شديدة، ما زالت رجول الفساد شغالة وإيدون، ما فيش الكلام ده، لكن أنا عايز أقول إن ما زالت الأخطاء التحكيمية مستمرة ولصالح أندية الشمال الأفريقي ولصالح الأندية التونسية. طب هنا الأزمة فين؟ وفي مين؟ الأزمة في اللي بيعين؟ الأزمة في من وضع منظومة التحكيم الأفريقية، سليمان أوباري رئيس الاتحاد جيبوتي. هو ده مسمار جحا اللي في الدنيا، وهو ده اللي أحمد ما عرفش يشيله بسهولة. هو ده مكتب تنفيذي. أي ما هو ولم يمارس التحكيم ويدير التحكيم الأفريقي، بس هو موجود بصفته عضو مكتب تنفيذي وبيشرف. أيوه بيشرف، لكن هو أنت رئيس لجنة الحكام إزاي وأنت ما المكتب التنفيذي اللي عمل كده؟ ما هو ده غلطة بقى. ما هو أنت برضه مش يعني مش كل القرارات بتبقى سليمه ومش منطقيه، لان انت اصلا كنت طالع الاتحاد الافريقي ده. احنا بقى هنتكلم بقى، انا هكلمك من ايام ايد انرامو بقى، وهكلمك من هترجعنا وارجعك من ايام عيسى حياه، واقول لك احمد جه ازاي والدنيا لسه والدنيا. هو اتحط سبوت على الحته دي وهتبدا تتغير، لكن برضو من الاخر بعد الخطا الفادح، بلاش برضو اللي حصل في مباراه الترجي والوداد، وإن في الآخر توصل بكده وما يحصلش أي حاجة، لا ما يحصلش أي تعديل، لم أتوقع ولا يخطر في بالي لثانية إن ممكن أشوف السيناريو ده في 2019 في الكرة الأفريقية. 2020 بقى 2019 اللي هو حصل فيه القصة بتاعت مباراة النجم قصدك؟ مباراة الترجي والوداد. انت قصدك يعني ما كنتش ازاي احنا في 2019 بتحصل مشاكل، يحصل ده ويفضل وتلجأ وتروح الاتحاد الدولي وبتاع، ما حصلش أي حاجة؟ ايه ده احنا. وبعدين لماذا تقاعس الاتحاد الافريقي عن عدم عمل الفار وتكسيره في الملاعب التونسيه؟ مع الاحترام طبعا مش بنقول، بقول له قائع، الفار يتكسر. وفي مباراه الاهلي والترجي لما الحكم خدعنا كلنا وراح بص في الشاشه، ما كانش فيه فار. الحكم الاثيوبي عمل حركه، يعني انا شوف الكابتن راح بس يوسف في الفار وعمل نفسه بيتكلم وبتاع، مفيش فار والله. ما كانش فيه فار. هو الكابتن محمد يوسف نفسه في مره معايا قال لي، انا سالت الحكم الرابع بقول له هو الشاشه مش شغاله ليه؟ قال له اقعد خلاص الماتش بدا. فالجهاز الفني نفسه كان عارف ان خلاص المباراه بدات، مفيش تقنيه الفي ار. فتخيل انت بقى مفيش التقنيه واحنا عارفين كل، يعني الجهاز عارف والمجموعه كلها عارفه، والحكم الاسيوبي في الملعب بيعمل تمثيليه ان هو بيسمع طبعاً الناس في الغرفه. لا وبيشوف وعايز يروح ناحيه الشاشه ومفيش فار. مفيش اصلا فار. انت متخيل؟ فطبعا كل دي جرائم دفعت ضريبتها الكره الافريقيه، ودفع ضريبتها مره الاهلي ومره الوداد وحسب بقى، لكن الطرف المشترك الوحيد اللي عمل كل ده واحد. تخيل بقى. فانا بقول لك القصه بتتغير، لكن من وجهه نظري ورؤيتي وشايف الدنيا ايه على مدار الفتره دي لنهايه السيزون ده، صعب تكون تخلصت من
كل العناصر اللي موجودة اللي بتلعب تحت الترابيزة. العنصر الظاهر لنا كلنا واللي انت ذكرته سليمان أوباري رئيس لجنة الحكام وعضو المكتب التنفيذي وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي. طيب في كيم لي شونج هو المسؤول عن التعيينات وإيدي مايه هو مدير لجنة الحكام. الأساس في الاثنين اللي شغالين في اللجنة بشكل مباشر واللي بيعملوا بيشتغلوا على موضوع التعيينات من أكتر من حوالي سنتين. لو بتغير سليمان أوباري أنت عندك أساس المشكلة في اللجنة نفسها. ما هو مين اللي جاب اللجنة؟ ما هو سليمان. بس خلاص. هو أنا لما بدير حد وأجيب حد تحتية يشتغل معايا هجيبه عكسي ولا هجيبه معايا؟ معايا. خلاص. طب هل الاتحاد الإفريقي ما عندوش القدرة إنه يغير في أعضاء اللجنة؟ شوف وفقا للقوة والتربطات جوه دي القصة اللي كان بيحاول يعدلها أحمد وأنا بقول لك فشل فيها ولجأ للاتحاد الدولي الاتحاد الدولي بيصلحها له. في حاجة أكتر من كده؟ انت متخيل في حاجه اكتر من كده؟ رئيس الكونفدراليه نفسها طبعًا رئيس الاتحاد الافريقي طبعًا نفسه طبعا لان انا بقول لك دي من ضمن الحروب اللي موجوده داخل الاتحاد الافريقي نفسه. طب هل المكتب التنفيذي ملوش دور؟ ليه دور بس مين مع مين ومين ضد مين ومين مع ملفات مين؟ شوف ده جزء لكن في الاخر التربيطه كانت خلصت بقى لها فترة التربيطة خلصانة وشوف لجنة وشوف مين كان قبل سليمان أوباري وكان مين ومنتمي لمين ومنين هتلاقي هي في مربع كده كان مركز تورتاية في نفس الاتجاه على حتة التحكيم دي وده كان الحصان الكسبان الحصان الفاسد الكسبان اللي البعض راهن عليه وحقق مناره بطولات. ده حقيقي للأسف. طبعا ده حقيقي للأسف. طيب البطولة الإفريقية السنة دي تتوقع مين المنافسين اللي ممكن يوصلوا المباراة النهائية؟ هتوقع بمنظور العدل لكن في جولتين كمان خلينا نستنى الجولتين كل حاجه تبقى باينه مش الجوله الحاسمه الاخيره وان كانت في مجموعه الاهلي دي ممكن توصل للجوله الحاسمه الاخيره لو فضلت بهذا الشكل ولكن انا بقول لك بعد جولتين للمجموعات كلها مش لمجموعه الاهلي هيبان بقى بالظبط بس حتى الان مفيش مفاجآت لغايه دلوقتي مفيش اصل انت 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 اول وتاني مفهومش مفاجات في معظم المجموعات مظبوط وده اللي مربك لكن الجولتين التانيين هم اللي هيقلبوا الترابيزه هم اللي هيقلبوا الترابيزه طبعا هل الهلال هياكد على وجوده في الحته اللي راحها النجم جاي للاهلي لا بديل عن فوز الاهلي ورب لاتينيوم اللي الناس كلها شايفاها سهله مباراه صعبه على النادي الاهلي ولا بديل للنادي الاهلي على المكسب اللي ان شاء الله يكون قادر يحقق المكسب هناك كل دي نقاط يا محمد هتبقى واضحه لكن انا بقول لك المجموعه الافريقيه اللي الاهلي بيلعب فيها اصعب مجموعه اصعب مجموعه اصعب مجموعه في البدايه البعض كان بيشايفها ان هي المجموعه اللي في المتناول بالنسبه للاهلي والنجم بص اهلي نجم اهلي نجم هلال لا الناس كانت بتراهن على ان الهلال تراجع شويه لكن كابتن حماده جه عمل غير طبعا كابتن حماده عامل لكن الـ 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 الهلال تقريبا بقاله 15 سنه ما اتغلبش على ملعبه في بطوله افريقيا. اختم معاك وفي اخر خمس دقايق من الفقره التيم اس اتظبط ولا لسه في مشكله في الترانسفير ماركت؟ قصه كهربا عشان نبقى واضحين المعلومات اللي عندك ومختصرين كهربا بتاعته هتيجي على الارجح يوم السبت يوم السبت ومش هيبقى في مشكله في السيستم وكابتن سيد عبد الحفيظ لما عمل تصريح كان شايف حاجه منحها شايف حاجه منحها لانه بدون القاب سيد عبد الحفيظ لعيب شاطر بيشوط دايما بيشوط دايما وعارف الشوطه رايحه فين فالشوطه اللي شاطها جت في الثمانيات على طول وظبطت الامور في تخطيط اجهضه من البدايه فانا بقول لك ان كهربا بطاقته على الارجح هتكون يوم السبت وان مفيش مشكله في قيده ولا في مشاركته بس بعيدا عن القضيه اللي ماشيه على دي قصه ثانيه مش بتاعتنا دي قصه ثانيه وموضوع ثاني بس كده بس كده بالظبط كده لكن الكابتن سيد سابق دايما بخطوه سابق هو عارف الجون فين عارف الجون انا قلتك في الثمانيات عارف الجون فين في اي حاجه تحب تختم بيها كلامك او انا بشكرك يا محمد وحلقه وبشكرك الوقت كان ضيق والوقت جري بسرعه بالعكس 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 مش مهم الوقت قد ايه المهم قلنا ايه في الوقت اكيد لو قلت دايما دايما كده حلقاتك وكلامك بيبقى فيه كلمات مهمه ومعلومات مهمه
وان شاء الله كده كل اسبوع تكون معانا ونسمع منك الانفرادات والمعلومات الجديده والاسرار اللي بتدور في الكره المصريه، ان كل يوم وكل ساعه في جديد في الكره المصريه. لا واللي جاي لسه في مفاجات كتير. واللي جاي لسه في مفاجات كتير دايما بتشوقنا. اشكرك يا محمد. شكرا جزيلا زميل عزيز ايهاب الخطيب، وبالتاكيد يعني قدر الامكان حاولنا في خلال الفقره الصحفيه او الفقره الاعلاميه نقدم معلومه للمشاهد، نضع كمان المشاهد الاهلاوي في الصوره بالنسبه لما يحدث في الكره المصريه بشكل عام او في النادي الاهلي بشكل خاص، لكن القادم باذن الله ان شاء الله هيكون افضل، وبالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي عارف سكته وعارف طريقه وبيخطط بشكل جيد جدا لقطاع الكره وللمرحله الجايه في جميع المجالات، مش قطاع الكره فقط، لا في كل المجالات سواء قطاع الكوره او القطاع الرياضي او القطاع الانشائي لخدمه اعضاء الجمعيه الاهليه. حاجه سريعه كده محمد في ربع دقيقه، موضوع هندريك اللي شغال النهارده انه غرامه مليون دولار على هندريك. هندريك القصه من شهر 9 مش من دلوقتي حقيقي، من شهر 9 والاهلي بعت علشان حيثيات عشان يستأنف على القرار بس كده بالظبط، عشان كده لسه في كلام كتير بالزبط. وهو البعض بيحاول كل فتره كده يطلع بس موضوع عشان يعمل شوشره حواليه، لكن في النهايه الاهلي عارف سكته وقطار الاهلي في الدوري ماشي بشكل كويس، وافريقيا باذن الله خلال المباراتين القادمتين ان شاء الله الاهلي يكون في الصداره ويكمل المشوار الافريقي بشكل جيد. الى هنا بتنتهي الفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله التقي بكم في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.